بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. كلنا زعلانين طبعا لأنها هزيمة تزعل، هزيمة منتخبنا الوطني في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب. منتخبنا الوطني بيهزم من المنتخب التونسي بهدف مقابل لا شيء، وهو هدف عكسي لعمرو السولية. عمرو السولية كرة اتلعبت بالعرض، جت في دماغه دخلت جون. هنتكلم لأنه الحقيقة على السوشيال ميديا الناس قلبها أهلي وزمالك، الناس قلبها أهلي وزمالك، وهذه ليست الحقيقة. كرة القدم فيها كل شيء. عمرو السولية أفضل لاعب في هذه البطولة من وجهة نظر فنية خالصة، بعيدا عن أنه هو لاعب في النادي الأهلي أو غيره، ولكن عمرو السولية أفضل لاعب في هذه البطولة من وجهة نظر. يعني أنا سألت ناس كتيرة جدا، بعيدا عن وجهة نظر أنا كمان، ولكن أنا سألت ناس كتيرة جدا، الكل أجمع على أن عمرو السولية هو أفضل لاعب في هذه المباراة. أيضا مش عايز أقول مصطفى فتحي، مش مصطفى فتحي أنه هو عمل الفاول، قلة خبرة طبعا من مصطفى فتحي أنه هو يعمل فاول في هذه المنطقة في التوقيت ده، ولكن مش مصطفى فتحي هو سبب الهزيمة. مش مصطفى فتحي الكرة جات له حطها أوت، فبالتالي هو أو دخل مع مروان حمدي، فبالتالي أصبح مصطفى فتحي هو الهزيمة، هو سبب الهزيمة. جماعة من فضل حضراتكم الموضوع أبسط من كده بكتير، ولا عايزين نقلبه أهلي وزمالك ولا عايزين نقلبه حاجة أخرى. كل واحد، عمرو السولية لاعب رائع جدا، واحد وجهة النظر ان هو الافضل في منتخبنا الوطني خلال كل المباريات. مصطفى فتحي ليس هو، ما كانتش المباراة الكويسة اللي هو نزل فيها وما عملش حاجة فيها كويسة، ولكن ليس هو سبب خسارة المباراة ده 100%. خلوني اقول لحضراتكم من الناحية الفنية، ما حدش يقدر يتكلم ويقول هذا الكلام. من الناحية الفنية اذا كان هناك من يجب ان يكون هو سبب خروجنا من دور قبل النهائي في هذه البطولة، لازم كلنا نشير لكارلوس كيروش. كلنا خلال أسوأ مباراة لعبها كارلوس كيروش منذ أن جاء وحتى الآن. حتى في المباريات السابقة، لو حضرتك تفكر أو تفتكر المباريات السابقة، تعرف أن كارلوس كيروش المباريات السابقة كان بيألف أو بيعك في الشوط الأول، ولكن يجي الشوط الثاني يعدل الملعب، الملعب بيتعدل. النهاردة كان الموضوع بالنسبة له عند عالي جدا. أنا معرفش طبعا، لأنه في النهاية أنا برضو مش عارف هو بيفكر إزاي، لأنه مفيش مدير فني بيفكر أنه عايز يخسر. هو محمد شريف المباراة الأولانية عدت، الثانية عدت، التالتة عدت. أنا مش عايز أتكلم عن لاعب في الأهلي نفسي، لكن هذه الحقيقة، أن محمد شريف خلاص، أنت جربت وينج مرة والتانية والتالتة، حط حد يلعب، حطه في كراس حربة، جربه برضو كراس حربة على فكرة، مفيش مشكلة خالص. طلعت مجدي قفشة قبل كده بدري في كذا مباراة، وضحت المباراة أن مجدي قفشة بيفرق معاك في المباريات، لأن هو صانع اللعب الوحيد اللي موجود. أسامة فيصل وحسين فيصل لعيبة كويسين، خصوصا حسين لعيب كويس وكل حاجه، ولكن من ساعه ما اتعملت عليه الهاله الاعلاميه اللي اتعملت عليه خلال الفتره الاخيره، وحسين بعيد جدا عن اللي احنا شايفينه بعد تصريح ال 50 مليون وال 60 مليون والكلام الغريب جدا اللي احنا بنسمعه. طب يبقى الماتش اللي قبل اللي فات اللي هو كان فيه كويس، نقول ان ب 50 مليون، طب بعد اداء النهارده يبقى بكام؟ ده ليس معيار للتقييم، التصريحات ليست معيار للتقييم. أنا بتكلم بنرفزة ليه؟ بتكلم بنرفزة لأني متضايق وزعلان. متضايق وزعلان من كيفية، لو تاخدوا بال حضراتكم يمكن البرنامج الوحيد اللي ما اتكلمش عن حسين هو البيت الكبير، لأنه أنا عارف إن ده هيحصل، وعارف إن اللعيب هيبقى كده، وهيبقى مستواه كده. ما ينفعش إن أنا أقيم لعيب أحطه في السما، في سابع سما، على فكرة. أنا ما بقولش إن هو لعيب وحش، هو لعيب كويس، لعيب كويس قوي كمان، ولكن ليس بهذا الشكل يا جماعة. خلينا بالراحة، واحدة واحدة. واحدة واحدة، مش كده. احنا احمد عبد القادر لما جه النادي الاهلي حاول يعمل واحدة بقى، واحدة كده يعملها ركلة جزاء في مباراة ودية. شوفوا البرنامج هنا قال ايه واتكلم عنه ازاي. قال لعيب كويس وكل حاجة، ولكن دي كانت قرصة ودن، اللي حصل معاه كانت قرصة ودن. شوفوا احمد عبد القادر بعدها ماشي ازاي. ما ينفعش ان احنا نعلى باللعيب مرة واحدة كده، ليس هذا هو التقييم المناسب للاعب لسه صغير، لسه صغير وبيلعب في نادي كبير. كان بيلعب في نادي الزمالك ودلوقتي بيلعب في نادي، الاثنين طبعا فرق كبيره. ولكن اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان مش كده يعني. برضو لما تيجي تقعد انت تبقى متغاظ من الحكم ان هو النهارده عمل شويه حاجات انا شايفها
ممكن تكون اثرت نفسيا على اللاعبين، ولكن في الملعب كله يعدي بصراحه. يعني خليني اقول لحضراتكم انه ممكن ناخدها في اطار الاحتواء، يعني مش عارف اقولها ازاي، ولكن ممكن يعدي الامور. مش عايز اخد الامور كلها ناحيه الحكم، مش عايز اخد الامور كلها ناحيه عمرو السوليه ومصطفى فتحي ابدا. اللي بيفكر التفكير ده هو تفكير يعني ليس صحيح، ده اللي هقدر اقوله، ان هذا التفكير من الناحيه الفنيه تفكير غير صحيح. لما تيجي تبص على كارلوس كيروش هتعرف ان كارلوس كيروش النهارده مروان، انت بتلعب لاعب او راس حربه عايزه هيستلم كويس، يقف على الكوره كويس، هيحضن كويس، عكس مثلا محمد الشريف اللي بياخد او بيلعب على الكرات الطويله والمساحات الفاضيه. تمام، ولكن انت جربته شوت، غير وبعدين طلع حسين مخليه يكمل لغايه نهايه المباراه او لغايه الدقيقه 70 ولا الدقيقه 75، الله يكون في عونه. طب احمد رفعت مقعده بره ليه؟ نزلت مصطفى فتحي، طيب احمد رفعت مقعده بره ليه؟ ما هو برضه الشعب المصري كله بيفهم كره قدم، لازم يبقى فيه تغيير في الامور، ليس بهذا الشكل. انا الشوط الثلاث اربع مباريات الاولى تمام زي الفل، الشوط الاولاني بيبقى فيه شويه لخبطه في التشكيل من وجهه نظره، احنا دايما نقول كده ان من وجهه نظر المدير الفني هو اللي بيعمل كل اللي هو عايزه، ولكن لخبطه في التشكيل وكل حاجه، بيجي الشوط الثاني الدنيا تتظبط، يسمع كلام الشعب المصري بقى العادي اللي هو ينزل احمد رفعت وينزل مصطفى فتحي ناحيه الشمال واليمين ويظبط الدنيا ويلعب محمد الشريف قدام ويلعب قفشه تحتهم، فالدنيا بتتظبط. ده طبيعي بالمناسبه، ده طبيعي. لكن ان حضرتك تفضل وبعدين لما تيجي تنزل مثلا، انت نزلت طلعت مروان حمدي، طيب نزلت اسامه فيصل، اسامه لعيب كويس بس صغير ونزل اخر 20 دقيقه ولا نزل اخر اقل من 20 دقيقه كمان، يمكن 10 دقائق ولا حاجه. طب ما تدخل محمد، دخل احمد رفعت ولعب محمد الشريف لقدام على اساس، وقول لاحمد رفعت وقول للوينج اليمين والوينج الشمال يا جماعه ارجعوا دافعوا مع الباكين، لو كان هو ده السبب اللي مخليك تفضل ملاعب زيزو وحسين، حسين فيصل برضو حاجات ممكن يطلع هو يرد يقول لك اصل انا كنت لازم ادافع اقفل على الوينجين كويس علشان الاطراف بتاعه او الجناحين بتوع المنتخب التونسي هم الافضل وكل حاجه، ولكن تقدر ده فاضل 10 دقائق تقدر تقول للاثنين لعيبه دول، يعني الباك رايت للمنتخب التونسي محمد دراجر، محمد طاير لقدام دايما، طاير لقدام، طب ما تحط احمد رفعت وراه وخلي احمد فتوح يقف يقفل على الاثنين لعيبه اللي موجودين. فيها ممكن نقدر نتكلم فنيا كتير جدا في هذا الامر، ولكن الكلام اللي انا شايفه على السوشيال ميديا الحقيقه من ساعه من بعد المباراه لغايه دلوقتي، الزملكاويه يقول لك ايه اصله عمرو السوليه، والاهلاويه يقول لك اصله مصطفى فتحي. ما هو طبعا ردا على الكلام او الحمله اللي معموله، طبعا الكلام ده غير صحيح، ولا هو عمرو السوليه ولا هو مصطفى فتحي، الاثنين لعيبه كويسين، ولعيبه عمرو السوليه تحديدا انا بشوف ان هو افضل لاعب في هذه البطوله. مصطفى فتحي كان بينزل يعمل اللي عليه، ولكن خبرته الدوليه قليله جدا، ان انا اروح اعمل فاول في المنطقه دي ولكن ليس هو سبب الخساره، ان هو ضيع الجون ليس هو سبب الخساره. المدير الفني كارلوس كيروش، والاول مره هقولها، ان المدير الفني كارلوس كيروش يتحمل جزء كبير من خساره منتخبنا الوطني وعدم صعوده للمباراه النهائيه، لان المنتخب التونسي منتخب جيد وكل حاجه، ولكن منتخب التونسي تقدر ان انت تكسبه بالتشكيله اللي احنا شفناها دي، مش التشكيله الملخبطه، التشكيله اللي الشعب المصري كله كان عايزها وعارفها، اللي عملها لنا قبل كده كارلوس كيروش. هو مين اللي لعب احمد رفعت؟ مش كارلوس كيروش، محدش تاني. هو مين اللي لعب زيزو؟ مين اللي لعب حسين فيصل؟ مين اللي لعب اسامه؟ مين اللي لعب كل مروان؟ مين اللي لعب الناس دي كلها؟ مش هو كارلوس كيروش؟ فالحقيقه انا ساعات بيبقى عندي كده بستغرب جدا. هو طبعا هو الادرى وهو اللي شايف وهو اللي يقدر كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، انا معاه 100%، ولكن في نفس الوقت انا بلاعب مروان علشان هو بيقف ويحضن ويقفل عليه، يعني محطه يقف منتخب مصر يقف عليها، وطلع الهافل او الجناح الايمن والجناح الايسر. طب ده ما حصلش، طب ما غير بقى اشوف طريقه تانية.
لانه كان الثلاث اربع ماتشات الاولى كان ده اللي بيحصل، الشوط الاولاني بيلعب كده وبعدين لما الدنيا تقف يقوم جاي منزل التغييرات ويعدل الملعب، تلاقي الشوط الثاني الدنيا بقت متظبطه جدا جدا جدا. فحاجه غريبه جدا، لعبت المنتخب الجزائر بهذا الشكل، المنتخب الجزائري بهذا الشكل، لعبت مع المنتخب السوداني بهذا الشكل، لعبت مع كل المنتخب اللبناني بهذا الشكل، كل المنتخبات اللي انت لعبت ضدها دايما كان الشوط الاول حاجه والشوط الثاني بيبقى افضل بكتير جدا. هل معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان احنا مش في ظهر كارلوس كيروش مثلا؟ لا، ولكن كارلوس كيروش اخطا، ما نقولش ان هو اخطا نحط وشنا في الارض ونقول لا لا، اخطا واخطا من وجهه نظرنا من الناحيه الفنيه. ممكن هو بالنسبه له طبعا مليون في الميه ما اخطاش، الحكم ممكن يكون يعني غلس علينا شويه، عمل علينا شويه، المعلق لو جينا نتكلم على حفيظ الدراجي وهو بيتكلم عن مصر ما ينفعش، او هو بيقول انا سمعته في احد الفيديوهات وبيقول انا ما كنتش بتكلم، انا كنت بتكلم عن ان اللاعب ده يقدر يرقص اي حد، ده كان معنى كلامه، ده كان معنى كلامه، هو بيقول كده مش انا اللي بقول، هو اللي بيقول كده في احد الفيديوهات. ف يعني وقال برضو مصطفى فتحي نفس الكلمه، كان طبعا مصطفى فتحي قال نفس الكلمه عشان يظبط اللي قاله في الكلمه الاولانيه، وبالتالي ممكن تكون في بعض الامور اللي نتكلم فيها، ولكن لو نظرنا بعقلانية لهذا الأمر يجب أن نعرف أن كارلوس كيروش عنده بعض الأخطاء اللي لازم يجب أن يعدلها خلال الفترة اللي جاي. عندك كأس الأمم الأفريقية، أنا شخصيا كأس الأمم الأفريقية شك إيه اللي هيحصل فيها، وعندنا كلام كتير جدا في كأس الأمم الأفريقية النهاردة هتكلم فيه مع حضراتكم، ولكن كأس الأمم الأفريقية لو بنسبة القليلة اللي فاضلة هتتلعب أتمنى أن يكون كارلوس كيروش استفاد من كأس العرب، وهو كان قايل كده بالمناسبة لكل الزملاء اللي موجودين معاه في الجهاز، قال لهم أنا عايز كأس العرب دي استفيد منها أقصى استفادة بأن أنا أدخل لعيبة، عملت كده برافو هايل، ولكن أخطاء كل مباراة يجب أن نتعلم منها في المباراة اللي بعديها. طول ما أنت بتصعد تصعد تصعد، النهاردة اتغلبت بأون جول، يعني بجول داخل في مرماك من عمرو السولية، ولكن في النهاية الأداء كله لا، كان ممكن يبقى أفضل من كده لو أحمد رفعت موجود في الملعب، لو مصطفى فتحي موجود من بدري في الملعب، لو محمد شريف بيلعب في مكانه، لو مجدي قفشة كمل الشوط الأول الشوط الثاني أو نص الشوط الثاني على الأقل، كانت الأمور هتختلف، لأن المساحات وسعت في المنتخب التونسي، وبالتالي نقدر كان محمد يقدر يعمل واحدة. أنت محتاج من محمد مجدي قفشة إيه؟ محتاج ثرو باس أو اتنين ثرو باس يخلوك تجيب جون أو جونين، هو ده اللي انت محتاجه من مجدي قفشة في المباراة، طبعا مع الدفاع والهجوم وكل حاجة، ولكن محمد مجدي قفشة يطلع ليه ما بين الشوطين؟ إلا لو لا قدر الله، واللي أنا عارفه إن هو ما فيهوش حاجة. اللي أنا عارفه إن هو ما فيهوش حاجة. وبالتالي هناك أخطاء فنية جوه الملعب واضحة لكل مصري. كل مصري شايف يا عم كارلوس كيروش غير دخل محمد شريف وطلع مروان، يا عم كارلوس كيروش طلع حسين فيصل ونزل احمد رفعت، يا عم كارلوس كيروش طلع زيزو ونزل مصطفى فتحي، اعدل لنا الملعب ابوس ايدك. مصر كلها بتقول له كده ما بين الشوطين، مش انا بقول حاجه يعني، لا مصر كلها بتساله او بتقول له الكلام ده. فعموما ادينا هننتظر، عملنا ايجابيات، عندنا ايجابيات كثيره جدا في الكاس العرب لسه على فكره ما بين الثالث والرابع، ودلوقتي شغاله مباراه الجزائر و قطر، الحقيقه مباراه حلوه جدا، المنتخب الجزائري الاقرب للفوز في الشوط الاول، جول دلوقتي للجزائر، الجزائر احرزت هدف، هي الاقرب، انا لسه بقول لحضراتكم اهو، هي الاقرب بكتير الحقيقه من المنتخب القطري، المنتخب الجزائري افضل بكتير جدا من المنتخب القطري، وهي لسه المنتخب الجزائري احرز هدف المباراه الاول، وبالتالي 1-0 للمنتخب الجزائري على المنتخب القطري، ومن الواضح ان كاس العرب ستذهب الى المنتخب الجزائري، دي وجهه نظري. طيب خلينا نروح لزميلنا احمد عويس من ملعب المباراه، ملعب مباراة الجزائر وقطر، ويقول لنا الأجواء ونشوف الأجواء الجماهيرية، بقالنا كتير ما شفناش الأجواء الجماهيرية. يا عويس أولا هارد لك، النهاردة هزيمة منتخبنا الوطني بهدف مقابل شيء، الأول احكي لنا أجواء مباراة الجزائر، منتخب الجزائر ومنتخب قطر، أنا لسه عارف أن الهدف دلوقتي لسه داخل حالا.
وهنا لما بعد ما كل فرقه بتجيب جول فبيذيعوا اغنيه لبلد، فبيذيعوا اغنيه جزائريه دلوقتي بعد هدف الجزائر الاول. انا بس خرجت بره الملعب طبعا عشان صوت الجماهير عالي جدا مش هتسمعني، ولكن الاجواء الجماهيريه رائعه في زي كل مباريات البطوله، جماهير الجزائريه كتيره وجماهير القطريه كتيره، ومباراه في ملعب الصمامه مباراه صعبه جدا على الفريقين، بس المنتخب الجزائري من بدايه المباراه وهو مسيطر. الحقيقه واضح ان المنتخب القطري مجهد جدا وقوه المنتخب الجزائري اقوى منه بكثير. والحقيقه انا وجهه نظري نهائي البطوله كان بين المغرب والجزائر، يعني المباراه اللي كانت في دور الثمانيه كانت هي نهائي البطوله، واعتقد زي ما انت قلت انه منتخب الجزائر الاقرب، لانه الحقيقه منتخب تونس لم يقدم ما يشفع له انه يحقق اللقب. المنتخب الجزائري حتى الان احد افضل المنتخبات في البطوله وماشي كويس وعامل نتائج رائعه جدا في البطوله ومؤدي مباريات رائعه. طبعا اخطائنا زي ما انت قلت يا كابتن اسلام، اخطاء الحقيقه اخطاء كارثيه. انا سامعك وانت بتقول اخطاء التشكيل، الحقيقه اخطاء مرعبه جدا من كيروش حتى في التغييرات كلنا زي ما انت قلت. يعني دلوقتي هينزل احمد رفعت ويدخل محمد شريف راس حربه ويعدل مصطفى، يعني كل شويه نقول نفس الكلام ما بيحصلش الحقيقه. على فكره مش انا وانت بس، ده مصر كلها بتقول نفس الكلام، يعني موضوع بسيط. طب هو قال ايه؟ قال ايه يا ويس؟ هو كلامه كله بعد المباراه كان كلامه على التحكيم، لم يتحدث الا على التحكيم، ما قالش اي حاجه خالص، حتى سالناه على التغييرات في المؤتمر رفض الاجابه واتكلم على التحكيم بس، وقال ان الحكم اضر فرقته واضر بالمباراه وكان سبب في تغيير النتيجه. والحقيقه الحكم فعلا كان سيء وكان متحامل على منتخب مصر، ولكن ما غيرش نتيجه المباراه. لسه كنت هقول لك انا معاك ان الحكم كان متحامل وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهايه ما تزعلش مني، هو ما عملش حاجه تخليك او تغير سير المباراه، ممكن من الناحيه النفسيه شويه. ضربه الجزاء الوهميه اللي حسبها الفار لغاها، يعني بالظبط ما فيش. والحقيقه الانذارات مستحقه هنا وهنا، كان في بعض بقى ايه زي ما بيقولوا انت لعيب كوره وعارف كابتن اسلام، التحجيم محجم لعيبه مصر شويه وسايب الموضوع لعيبه تونس، يعني اي التحام لصالح تونس بيتحسب، اي التحام لصالح مصر ما بيتحسبش. مظبوط. يعني في كوره لمصطفى فتحي على 18 تقريبا فاول نفس اللي جه منه جول منتخب تونس ما حسبوش. طبعا سوء حظ بالغ لعمرو السوليه ومصطفى فتحي في الفرصه اللي ردت فاول بجول. الحقيقه يعني عندنا مكتسبات عندنا اخطاء الحقيقه لازم الفريق يعترف بانه كان فيه اخطاء. كيروش مصمم على حاجات معينه يجب مناقشته فيها، الحقيقه لازم يتناقش في تغييراته ويتناقش في لعيبته. بقى الحته اللي قدام دي مش هي اللي هتلعب، بس الحقيقه منتخب مصر ما ينفعش يوصل لسيمي فاينل وما يحققش اللقب. انا معاك في هذا الكلام. طيب خليني برضو اسالك على اللي داير على السوشيال ميديا، او الموضوع اللي داير على السوشيال ميديا دلوقتي. طبعا اتقلبت اهلي وزمالك، الزملكاويه يقول لك عمرو السوليه والاهلاويه يقول لك، او ردا طبعا على الموضوع الاولاني يقول لك ان مصطفى فتحي هو السبب في خروج منتخبنا الوطني. انا بشوف ان ولا ده ولا ده الحقيقه. انا بشوف ان عندنا زي ما انت قلت ايجابيات كثيره في هذه البطوله، ولكن في نفس الوقت يجب ان نعترف ان كارلوس كيروش عنيد جدا يا عويس. شخص عنيد زيه وزي كل البرتغاليين اللي جم مصر. الحقيقه واضح ان هي صفه في كل المدربين البرتغاليين، زيه زي مانويل جوزيه، زيه زي باتشيكو، زيه زي فيريرا، زي كل المدربين عنيد جدا. يعني كل الناس بتقول انه محمد شريف ما ينفعش يلعب في الجناح، ومحمد شريف بيلعبه جناح ومصر انه يلعبه جناح، وبعدين نقله من الجناح اليمين للجناح الشمال ومن الجناح. الحقيقه مش عارف ليه الاصرار، يعني هداف الدوري، يعني اكيد لازم حد من الناس يقول له انه ده هداف الدوري ب 23 هدف يا جماعه السنه اللي فاتت، يعني حد يفهمه ده انه ده هداف الدوري، مش لعيب. أيوه. لعيب عادي يعني. ايوه. طيب عايز اسالك عن رد فعل اتحاد كره القدم، لان هناك دلوقتي مقارنه ما بين الاتحاد المصري والاتحاد التونسي. الاتحاد المصري الناس بتقول عليه ان هو اتحاد، او كل الجمهور او معظم الكلام على السوشيال ميديا بيتقال ان الجمهور بيقول ان الاتحاد المصري هو اتحاد ضعيف جدا لا يستطيع الوقوف مع جمهوره، على عكس الاتحاد التونسي اللي وقف مع جمهوره وجاب كل التذاكر اللي هم عايزينها والتذاكر الرخيصه، اما الجمهور المصري فلم يجد اي وقفه الحقيقه من الاتحاد المصري. ايه رايك في هذا الكلام؟ وعايز اعرف رد فعل الكابتن احمد مجاهد او المجموعه، ما اعرفش مين اللي موجود الحقيقه. لا انا كلمت الكابتن احمد، المهندس احمد مجاهد امبارح في الموضوع ده وسالته النهارده الصبح، انا اسف،
وسالته المنتخب التونسي يا جماعه حد بس ياخد التذاكر المباريات معروضه للبيع اونلاين. منتخب التونسي وصل قبلنا للماتش ده بيوم، فحجز كل التذاكر الرخيصه، اشتروا هو عنده يوم. احنا بدانا نحجز تذاكر المباراه بعد ما حققنا الفوز على الاردن. نعم. هم بداوا يحجزوا تذاكر المباراه بعد ما حققوا الفوز على عمان، فعشان كده خدوا التذاكر الرخيصه اللي هي اللي هي فوش المقصوره زي ما احنا بنقول، اللي هي ايوه. اين التنسيق برضو؟ لا معلش، اين التنسيق يا عويس؟ ما هو اتحاد كره القدم مفيش تنسيق. الفيفا رفض انه يخصص. الاتحاد التونسي نفسه طلب انه يخصص 50-50، الفيفا رفض. يعني طب اوكي كويس، ده معلومه كويسه، احنا ما نعرفش المعلومه دي مثلا. الفيفا رفض انه يخصص لانه في حاجه غلط معموله في البطوله، لان في المباريات في كاس العالم بيتساب 30% و30% لجماهير الفريقين، وبيتساب 40% للبلد او جمهور البلد المقيمه، ولكن هم سابوا لانه مش ما كانوش عارفين ان الحضور الجماهيري هيبقى بالكم ده، فسابوا التيكت اونلاين. فطالما التيكت هتحجز اونلاين فخلاص. معلش يا عويس، وانت النهارده معروض وانت بتكلمني، معلش احنا جايبين اللقطه اللي الجمهور المصري اعترض فيها على سوء التعامل في موضوع التذاكر، وادى ظهره للملعب بعد السلام الوطني المصري والتونسي. السلام الوطني والتونسي ادى ظهره للملعب لمده 3 دقائق اعتراضا على ما حدث، والحقيقه انه خلاص الصفحه واتقفلت يا كابتن اسلام. الحقيقه لا كنا يعني انت عارف اللي هو ايه، لا كنا نستاهل نكسب ولا كنا نستاهل نخسر، اللي هو يتم ما يستاهلوش يكسبوا الحقيقه. يعني لا، الماتش الجزائر وقطر انا شفت الشوط الاولاني، لا المنتخب الجزائري الحقيقه متفوق على المنتخب القطري على الاقل 70-30 يعني، مش او 65-35. فرصتين فرصه لياسين ابراهيمي وفرصه لبغداد بنجاح ضاعوا في مقابل فرصه المعز علي. والمباراه انا سامع صوت الجماهير الحقيقه مباراه ناريه، فيها كوره وفي فرص ضايعه وفي هجوم هنا وفي هجوم هنا. احنا الحقيقه ماتشنا لا في هجوم هنا ولا في هجوم هنا. الفريقين منتخب تونس بيلعب على جزئيه الضربات الركنيه والكرات الثابته زي ما لعب كل المباريات السابقه، ومنتخب مصر مستني يروح للوقت الاضافي عشان يجد منتخب تونس او يخطف هدف زي ما كان يحصل لكره مصطفى فتحي. الحقيقه الفرقتين خايفين من بعض. انت لو بصيت الماتش كله 90 دقيقه ما فيهوش هجمه منظمه، ما فيهوش جمله، ما فيهوش حاجه خالص، يعني ما فيش ما يقال عنها هي مباراه كره قدم حقيقيه. طيب اشرح لنا ماذا حدث بعد نهايه المباراه؟ اللعيبه عامله ازاي؟ بتفكر في ايه؟ بيقولوا ايه؟ قول لنا. اللعيبه خرجوا في الميكس زون، خرجوا وتحركوا، ما حدش اتكلم من اللعيبه، رفضوا الحديث. كارلوس كروش في المؤتمر الصحفي وبعد المباراه هاجم التحكيم بشده. اعتقد ان هم بكره هيتمرنوا تمارين خفيفه عشان لان مباراه الثالث والرابع يوم السبت الساعه 12 الظهر في القاهره كابتن اسلام، بدري جدا لان النهائي يوم السبت الساعه 5. فاعتقد انه عارف انت مباراه الثالث والرابع دي بتبقى مباراه دمها تقيل، بتبقى مباراه يعني مش عارف الحقيقه يعني، بس هي هتفرق في الفلوس، هي هتفرق ماديا، خلي بالك هتفرق في مليون دولار تقريبا. طب يعني يعني 16 مليون جنيه عشان ما تبقاش الخساره من كل الاتجاهات يعني من كل حته. من كل حته. فالمباراه هتبقى يوم السبت الساعه 12 الظهر في ملعب 974 اللي لعبنا عليه النهارده. المباراه الثانيه المباراه النهائيه هتبقى منتخب تونس والفائز، حتى لا منتخب الجزائر، لسه مش عارفين الماتش هيخلص على ايه. الساعه 5 بتوقيت القاهره في استاد البيت، وهتنتهي البطوله ونبدا بقى نستعد للسوبر الافريقي اللي الناس كلها هنا بقى بالنسبه لها اهم بطوله عربيه للمصريين، الاهلاويه والزملكاويه. واعتقد انه ان شاء الله الاهلي قادر على انه يعوض احزان الجماهير المصريه النهارده بعد زعلها في ماتش السوبر. انت مكمل معانا بقى الاسبوع ده لغايه ان شاء الله المباراه النهائيه. طبعا عندنا الكرو لقناه الاهلي هيكون متواجد مع البعثه يوميا الحقيقه، ودائما كالعاده وزي ما حضراتكم دايما بتستنونا هيبقى عندنا لقاءات حصريه طبعا في قطر الحقيقه ان شاء الله لما الفرقه تسافر كالعاده، يعني قناه النادي الاهلي هتكون متواجده مع الفريق. عويس بيعمل لنا الحقيقه كمان برضو الموضوع ده من هناك. اخيرا يا عويس، يعني متخيل ايه اللي هيحصل يوم السبت من وجهه نظرك؟ احنا النهارده اخر يوم مش هنطلع غير بعد المباراه، فمتخيل ايه اللي هيحصل يوم السبت؟ هل يستطيع منتخبنا الفوز على قطر وجهه نظرك؟ اعتقد لانه منتخب قطر كان بيلعب على البطوله، فاعتقد خسارته هتخليه معنوياته اقل بكتير. المنتخب اعتقد انه كيروش هيجرب مجموعه كبيره من اللعيبه في المباراه دي، واعتقد ان شاء الله قادرين على الفوز في المباراه، وان شاء الله بقى يوم الاحد نبدا تغطيه السوبر باذن الله.
طيب. وتغطيه الملعب تفاصيله، الملعب احنا بس الملعب احمد بن علي لعبنا عليه مباراه في كاس عالم الانديه قبل كده، فلعيبه الاهلي عارفاه. أيوه. هو كانت المباراه في سد، ولكن مع النجاح الجماهيري الكبير لمباراه كاس العرب قرروا ينقلوه للاستاد احمد بن علي. هو استاد رائع، وتلعب عليه مباريات وهيتلعب عليه مباريات في كاس العالم وتلعب عليه مباريات في كاس العرب. أيوه. وان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي قادر على الفوز بيه. اخيرا اخيرا يا عويس، لان ده مهم جدا جدا، وعايزك تقول اللي انت يعني اتكلمت فيه مع حفيظ الدراجي. حفيظ الدراجي في تعليقه على المباراه، انا لسه كنت حتى بتكلم على هذه النقطه، كثير من الجمهور المصري شايف ان هو كان منحاز مع الفريق التونسي او المنتخب التونسي، ولكن برضه في نفس الوقت هو لما جه يتكلم معاك قول لنا ايه اللي حصل، قول لنا برضه هو اتكلم معاك وقال لك ايه في دفاعه عن هذا الامر. قابلت الكابتن حفيظ بعد المباراه ودار بيني وبينه حوار، قلت له انه الجماهير المصريه زعلانه جدا منك، قال لي انا لم اخطئ في اي لاعب مصري، انا قلت ان يوسف المسكني قادر على انه يمسح الارض باي مدافع، قلت له ده استعاره مكنيه، لانه المدافع اللي بيلعب قدامه دلوقتي هو لاعب مدافع مصري. قال لي انا لا اقصد، وقلت ده على مصطفى فتحي. قلت له لا، انت واضح انه الغضب منك من جماهير تونس في مباراه مصر سوريا وتونس خلاك تنحاش شويه لتونس. قال لي الجمهور التونسي زعل مني لما قلت منتخب تونس منتخب تعيس، منتخب الجمهور المصري ما زعلش مني لما قال منتخب تعيس. قلت له عشان تعرف ان الجمهور المصري هو جمهور يعني عارف انه منتخبه في حاله فنيه سيئه، فما زعلش من كلمه تعيس. يبدو ان هناك هدف، معرفش هدف او فرصه ضائعه، ليس كبيره قوي. ركله جزاء لمين؟ انه لقطر. ركله جزاء لقطر، اوكي. ركله جزاء لقطر. لسه قرار ما اتخذش يعني. ممكن احول لك الكاميرا اوري لك في الجمهور في الملعب. ماشي بسرعه كده. من بعيد ما اقدرش، لانه لو دخلت جوه ممكن يعني انا هعملها من بعيد كده وربنا يستر. لا يا ما فيهاش حاجه ان شاء الله. اهو كده. اوكي كده شفنا جزء من الجمهور. تمام. اوكي يعني كده انتوا في الملعب. فدار الحوار يعني تشوفوا الفرحه كده. دار حوار بيني وبين الكابتن حفيظ، وهو قال لي انا لم اخطئ لك اعتذر. والحقيقه جمله الحقيقه صعبه شويه ما ينفعش اقولها، ولكن لا عديها الجمله دي، خش على اللي بعده. ما قالش مش على مصر، هي ما كانش طبعا ما اتكلمش عن مصر، ولكن اتكلم بشكل عام عن مصر. برضه عشان الناس ما تفهمش الكلمه غلط، عشان نقولها. فالحقيقه يعني هو برر موقفه، ويعني الحقيقه هو مش معترف ان هو غلطان، والحقيقه انا شايف ان هو غلطان، والحوار بيني وبينه تقريبا يعني كان في هذا الاطار، وهو يبدو انه من ضغط الجماهير التونسيه عليه فعل ما فعله في الانحياز للمنتخب التونسي، على الرغم من ان المعلق يجب ان يكون دائما بعيدا عن الانحياز باي شكل من الاشكال، يجب ان يكون محايد، لان هو مفروض او من المفترض ان هو يوصف المباراه فقط يعني. صحيح. فعموما نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر خلال الايام اللي جايه. واضح ان ضربه الجزاء لم تنفذ حتى الان. لا لسه لم تنفذ ضربه الجزاء حتى الان. ايوه هي اتعمل اسقاط واتلغت. احنا اللي بنشرح لك بقى. قاعد بره. رجع لنا انت بقى كده خلاص عشان ما. ممكن بقى بعد الماتش هبقى في الملعب، لانه بعد الماتش ما فيش رايت. بعد الماتش ممكن اكلمكم انا في الملعب عادي، انما هنا عشان رايت ما ينفعش اتكلم وانتوا في الملعب. ان شاء الله. تمام، انا بشكرك جدا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس الحقيقه، ومعلقا وواصفا على ما يحدث الان في العاصمه القطريه الدوحه. الحقيقه كاس العرب، ومصر ان شاء الله ستلعب على المركز الثالث والرابع يوم السبت القادم ان شاء الله في تمام الساعه 12 ظهرا، علشان ان شاء الله نشوف مصر ثالث او رابع، نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. النهارده الحقيقه كمان شفنا السنغاليه فاطمه سموره الامين العام للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بتدعم منتخب مصر، وبتقول انه ما كانش محظوظ في مباراه اليوم، ونشرت تويته قالت فيها: لقد كانت مباراه عصيبه ومليئه بالاثاره، ولعبتم بكل ما تملكون من قوه، وظهرتم كفريق متحد وقوي، الحظ لم يكن في جانبكم،
ولكن أداؤكم ترك علامة في قلوبنا. ارفعوا رؤوسكم ونراكم في مباراة المركز الثالث. عندنا طبعا يعني شكرا جدا لفاطمة سمورة طبعا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولكن عندنا كلام كتير جدا وتكلمنا في هذا الأمر كلام كتير جدا على الحكم وعلى التشكيلات وعلى كل حاجة. وأيضا برضو عايز أقول لحضراتكم أن كارلوس كيروش كتب تويتة هقول لحضراتكم حالا إيه اللي اتكتب في أو إيه اللي اتقال في هذه التويتة. كتب كارلوس كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: We win or we learn، يعني دايما بنفوز أو نتعلم. ارفعوا رؤوسكم فأنتم تستحقوا الأفضل يا شباب. للأسف حظ كرة القدم لم يلعب في جانبنا. أنا فخور بكم أيها اللاعبون والجهاز الفني، شكرا لكم. طبعا كمدير فني لازم يقول هذا الكلام، ولكن برضو كلنا فخورين باللاعبين، كلنا فخورين بالجهاز الفني بالمناسبة، كلنا سعداء بالشكل اللي احنا ظهرنا بيه، ولكن كان دائما في الإفدال في الإمكان أفضل مما كان، بمعنى ان احنا كان ممكن جدا جدا يكون عندنا أو نصل للمباراة النهائية، لأنه منتخب مصر كان يستطيع أن يصل للمباراة النهائية بشوية عدلة بس للملعب يا مستر كارلوس. يعني أتمنى أن يكون التفكير إيجابي دائما خلال الفترة اللي جاية. مش معنى الكلام اللي أنا بقوله ده إن إحنا بنقول إن إحنا بننتقد كارلوس كيروش إن هو وحش لا، هو لم يكن جيدا في هذه المباراة. هنقف في ظهره؟ آه هنقف في ظهره، هنفضل واقفين وراه؟ آه هنفضل واقفين وراه. دايما بننتقد ممكن للوقت ده، وبعد كده بنرجع نقول ايه الصح اللي بيتعمل، ودايما بنقف وراء منتخبنا الوطني. هطلع هسيب حضراتكم او نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم لانه عندي كلام مهم جدا جدا فيما يخص كأس الأمم الأفريقية، وتغيرات بتحصل كل ساعة وكل دقيقة، تغيرات كثيرة جدا بتحصل. هطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه عايز اتكلم مع حضراتكم قبل ما ابدا في اخبارنا، اخبار البيت الكبير النادي الاهلي، عايز اتكلم مع حضراتكم عن كاس الامم الافريقيه. كاس الامم الافريقيه ما بين الالغاء وما بين ان هي تتعمل. الحقيقه خلال الايام اللي فاتت او خلال الثلاث اربع ايام السابقه، الحقيقه كل الكلام او كل الاتجاهات رايحه ان هذه البطوله سيتم تاجيلها الى شهر 6 اللي جاي، او حتى ممكن من الممكن جدا ان يتم الغائها. ولكن اليومين اللي فاتوا او امبارح لغايه النهارده، الحقيقه هناك تحفظ شديد جدا من الاتحاد الكاميروني منذ ان فاز سامويل ايتو نجم الكبير ونجم برشلونه ونجم نجوم العالم، الحقيقه واحد من افضل اللاعبين في افريقيا لسنوات طويله جدا، سامويل ايتو اصبح رئيسا للاتحاد كره القدم الكاميروني. وبالتالي هو واخد الموضوع ان هو ان بلده تستطيع ان هي تنظم وكل الامور جيده وان كل حاجه كويسه، وان الامور الحقيقه رايحه في اتجاه ان سامويل ايتو ومجموعه العمل اللي موجوده في الكاميرون مصممين على ان البطوله تتلعب. والحقيقه بيتكلم سامويل ايتو بيتكلم مع كل الناس، ويعني بيتكلم مع الاتحاد الدولي ومع الاتحاد الافريقي ان لا البطوله ينفع تتعمل، على الرغم من التاكيدات كل اللجان اللي بتروح للكاميرون بتقول اه الاستادات نفسها. خد بال حضرتك، انت عشان تنظم كاس امم في مصر مثلا بيحصل ايه؟ لازم ما بين الاستاد العادي، الاستاد اللي هتلعب فيه المباراه، واستاد التمرين العادي، لازم يبقى فيه طرق تودي وتجيب، وطرق سهله وطرق قريبه، واوتيلات كبيره واوتيلات فايف ستارز والكلام ده كله. ده احنا مش موجود قوي في الكاميرون. اللجان اللي بتروح هناك بتقول هذا الكلام، لجان الفيفا او لجان الكاف اللي بتروح حتى الان بتقول هذا الكلام، بتقول ان الطرق حتى الان لم، انا الحقيقه ما اعرفش هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، لانه كل الاخبار دي بتيجي من صحف اوروبيه او تقارير اوروبيه، وحضراتكم عارفين ان اكثر المتضررين من ان البطوله تتلعب في كاس الامم الافريقيه تتلعب هو الاتحاد الاوروبي والدوري الاوروبي، لان كل الدوريات الاوروبيه تضم كتير جدا 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 من اللاعبين الافارقه اللي بيروحوا لمنتخبات بلادهم، وبالتالي الانديه الاوروبيه بتاعتهم بتفتقدهم. ايضا في كلام على ان كوفيد 19
ان الامور منتشره جدا في الكاميرون، هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ محدش عارف الحقيقه، فكل الانديه الاوروبيه خايفه ان هي تودي لاعبتها علشان محدش يحصل له حاجه، هل الاجراءات الاحترازيه متواجده في الكاميرون ولا لا؟ هو ده الكلام اللي بيخش منه الجانب الاوروبي، ان هم عايزين يبقى في اجراءات احترازيه، وفي كان هناك شكاوى سابقه من انديه اوروبيه للفيفا وللكاف بخصوص الاجراءات الاحترازيه في بعض المنتخبات، في بعض المنتخبات، وهددوا كتير جدا خلال الفتره السابقه الانديه الاوروبيه ان هي مش هتبعت لاعبتها لهذه المنتخبات تحديدا، لان كان هناك في لعيب منهم مثلا في وسط وغرب افريقيا راحت ولاعيبه جت واللعيبه خدت ما بين اسبوعين وثلاثه واربعه في كوفيد 19، وبالتالي الناس كلها بتتكلم في هذا الامر، هل ستقام كأس الأمم الأفريقية ولا لا؟ محدش عارف، ولكن الأقرب تأجيل البطولة لشهر 6، وزي ما قلت لحضراتكم العقبات إن في شهر 6 ده موسم هطول الأمطار الموسمية كمان، يعني بتبقى أمطار ليل نهار ليل نهار، والملاعب هيبقى فيها مشكلة كبيرة. معرفش برضو هل يمكن أن يتغلب الكاميرون على هذا الأمر؟ عموما هنشوف ايه اللي هيحصل في الايام القادمه، ولكن زي ما قلت لحضراتكم تحركات الاتحاد الكاميروني وتحركات صامويل ايتو لا يا صدى، لان هم كمان ابتدوا يتكلموا، صامويل ايتو ابتدى يتكلم على، او الاتحاد الكاميروني بقى والافارقه ابتدوا يتكلموا على ان العنصريه، وان يجب ان البطوله دي تقام لانها البطوله دي بتمثل افريقيا، فبالتالي دخلت في اتجاهات تانية خالص. هنشوف مين اللي هيكسب في هذه الحرب الدائرة الحقيقة ما بين الكاميرون والاتحاد الأفريقي على جانب، والاتحادات الأوروبية أو الدول الأوروبية من ناحية، إن هي إيه اللي هيحصل؟ هل الدول الأوروبية شايفة إن عندها حق في إن هي الإجراءات الاحترازية؟ لو الإجراءات الاحترازية تمام مفيش مشكلة إن احنا نبعت لاعبتنا. فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القليله القادمه، ونتمنى نتمنى ان شاء الله ان يحدث اللي فيه صالح الرياضه في مصر وفي افريقيا وفي العالم كله ان شاء الله. النهارده النادي الاهلي كان بيلعب مع سموحه وفاز عليه وديا 5-1، زي ما قلت لحضراتكم هذه المباراه لم تذاع على قناه النادي الاهلي بعد التنسيق ما بين اداره القناه واداره الكره في النادي الاهلي، وعدم موافقه موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي على اذاعه هذه المباراه. طبعا بيبقى فيها اكثر انه عايز يعمل تشكيلات معينه، عايز يعمل بعض الجمل التكتيكيه، وبالتالي دائما قناه النادي الاهلي بتقف خلف فريقها. وطبعا سجلنا المباراه وان شاء الله نزيحها لحضراتكم ما بعد مباراه الرجاء في السوبر الافريقي. كسبنا 5-1 النهارده. المباراه بدات بتشكيل من علي لطفي في حراسه المرمى، محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وكريم فؤاد. اما خط الوسط اليو ديانج وعمار حمدي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ثم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني. لويس ميكيسوني هدف المباراه الاول في الدقيقه 16، ثم هدف المباراه الثاني في الدقيقه 24 عن طريق بيرسي تاو، ثم في الدقيقه 24 حسام حسن ووليد سليمان ومصطفى شوبير شاركوا في الدقيقه 24 من الشوط الثاني، ومحمد حسام ميدو بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات وعلي لطفي وطاهر محمد طاهر، ثم في الدقيقه 26 محمود وحيد بديلا لاليو ديانج، وشارك في الدقيقه 30 محمود كهربا ومحمد محمود وعبد الرحمن اشرف ومانو بدلا من ياسر ابراهيم وعمار حمدي وميكيسوني. حسام حسن سجل الهدف الرابع للاهلي في الدقيقه 41 من الشوط الثاني بعدما استغل ارتباك دفاعات سموحه، ثم وليد سليمان بيعزز بالهدف الخامس في الدقيقه 44، وتنتهي المباراه بخمس اهداف مقابل هدف وحيد. سيلا لاعب سموحه هو احرز الهدف الوحيد لسموحه في الدقيقه 19 من احداث الشوط الثاني. ايضا الدكتور احمد ابو عبله قال ان اصابه كريم فؤاد بكدمه خفيفه في الركبه، مفيش مشكله كالعاده دايما بتحصل هذه الامور، هي حاجات كلها بسيطه جدا الحقيقه. فدكتور احمد ابو عبله بيطمئن جمهور النادي الاهلي على كريم فؤاد، وان هو متاح ان شاء الله ان هو يكون متواجد مع اللاعبين في الفترات القادمه، وقال ان اصابه اللاعب خفيفه وانه فضل خروجه من هذه المباراه حتى لا تتفاقم الاصابه وسيتم فحصه لاحقا.
ايضا مسحه طبيه للاعبي الاهلي اليوم استعدادا للسوبر الافريقي. اجرى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي مسحه طبيه اليوم قبل خوض مباراه سموحه الوديه، وذلك استعدادا للسوبر الافريقي. واجرى اللاعبون والجهاز الفني والاداري. الحقيقه قبل بس ما اكمل الخبر ده، الراجل اللي امام حضراتكم ده كابتن سمير عدلي. كابتن سمير عدلي ده شيخ الاداريين في مصر الحقيقه، وواحد من الناس. كابتن سمير عدلي ده لو ان شاء الله نحاول نجيبه في حلقه، لانه عنده حكاوي كتيره جدا 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 على اجيال كتيره جدا جدا جدا. تاريخ منتخب مصر وتاريخ النادي الاهلي على مدار الكره المصريه على مدار 30 35 سنه. كابتن سمير عدلي يعني ربنا يديله الصحه يا رب دايما ويفضل متواجد. النجم الكبير الكابتن سمير عدلي، هذا الرجل اللي عنده ان شاء الله نحاول نجيبه في حلقه، لان لو جبناه في حلقه بس اوعد حضراتكم ان الحلقه دي هيبقى فيها قصص اول مره في حياتكم تسمعوها. الكابتن سمير عدلي لامام حضراتكم يعني ان شاء الله يبقى قريبا ان شاء الله يعني نحاول نجيبه، لانه يستحق الحقيقه، لانه تاريخ كبير من العمل الاداري سواء مع منتخبنا الوطني او مع النادي الاهلي. لاعبون النهارده زي ما قلت لحضراتكم اجروا مسحه طبيه استعدادا للسفر الى قطر، والمحدد له يوم الجمعه المقبل استعدادا لمباراه الرجاء المغربي في كاس السوبر الافريقي. الحقيقه ايضا برضو عايز اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي لا يخسر السوبر الافريقي عندما يكون بطلا للدوري الابطال ويبحث عن اللقب الثامن. الحقيقه ده فالخير، يعني احنا بنقول كده فالخير، لكن كره القدم فيها كل شيء. يا عالم ايه اللي هيحصل، دايما انا بقول لكم الكلمه دي، ان كره القدم فيها ثلاث نتائج، مكسب وهزيمه وتعادل. احنا دايما بنحاول نجيب لحضراتكم او بنتفائل الخير دائما، تفائلوا بالخير دائما تجدوه، وبالتالي نتمنى ان شاء الله خلاص ان شاء الله منتخبنا الوطني يلعب يوم السبت. من بعد يوم السبت الاسبوع القادم بالكامل هيكون كل تعليقاتنا او كل تركيزنا ان شاء الله على مباراه السوبر، وفريقنا هيكون هناك بدايه من يوم الجمعه القادم، وفريق القناه بالمناسبه او الكرو او الكرو اللي طالع مع الفريق هيكون متواجد، وهننقل لحضراتكم كل ما هو مسموح ان ينقل هتلاقوه على شاشة قناة النادي الأهلي. كل مرة أو كل قبل كل سفرية بقول لحضراتكم إن إحنا دايما بنعمل اللي الجهاز الفني عايزه دايما. طبعا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نوفق ما بين رغبات الجمهور في إنها تطمن على فرقتها دائما، وما بين الأمور الفنية داخل الفريق. وده يعني طريقتنا وده أسلوبنا خلال الفترات اللي فاتت منذ أن أنشئت قناة النادي الأهلي وحتى الآن. الأهلي يستعد لخوض مباراة السوبر زي ما قلت لحضراتكم، والنادي الأهلي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة، بينما يخوض الفريق المغربي المباراة باعتباره بطل كأس الكونفدرالية في نسختها الأخيرة. الأهلي بيبحث عن تحقيق لقب السوبر للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي بعدما حققه سبع مرات من قبل في نسخ 2002 2006 2007 2009 2013 2014 2021. حقق النادي الأهلي لقب السوبر لأول مرة عام 2002 بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 4-1، وعلى الجيش الملكي المغربي 2006 4-2 ركلات جزاء، ثم على النجم الساحلي في 2007 ركلات جزاء أيضا بنتيجة 5-4، ثم الصفاقسي التونسي بنتيجة 2-1 عام 2009. وفاز أيضا على ليوباردز الكونغولي بنتيجة 2-1 عام 2013، ثم يعود النادي الأهلي ليفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 في 2014، وعلى نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل شيء في عام 2020. ست أندية خسرت أمام النادي الأهلي في مباريات السوبر الإفريقي: الجيش الملكي، نهضة بركان من المغرب، الصفاقسي ونجم الساحلي من تونس، وليوبارد الكونغولي، وكايزر تشيفز من جنوب إفريقيا. وفي كل هذه المباريات كان الأهلي بطلا لدوري الأبطال. خلينا بقى ننتقل إلى الاتحاد المصري. النهاردة اليوم الثاني لانتخابات اتحاد كرة القدم، لم يتقدم أحد ايضا لليوم الثاني على التوالي من فتح باب الترشح. لم تشهد القوائم او عدم تقدم اي من القوائم الانتخابيه المقرر ان هي تتقدم خلال قبل يوم الاثنين القادم، لانه زي ما حضراتكم عارفين يوم 5 يناير هو موعد انتخاب مجلس اداره جديد لاتحاد كره القدم حتى 2020. اليوم الاول لم يتقدم احد، ثم اليوم الثاني ايضا
لم يتقدم أحد لانتخابات اتحاد كرة القدم. ما نشوف إيه اللي هيحصل في الأيام القادمة. خدوا بال حضراتكم يعني للناس اللي مش عارفة، الانتخابات في اتحاد كرة القدم هي قوائم مغلقة. يعني إيه قوائم مغلقة؟ يعني الرئيس فلان الفلاني ومعاه نائب ومعاه ست أعضاء ثم عضو مرأة وثلاثة احتياطي منهم مرأة. دي قائمة مقفولة، بيتحط مثلا قائمة الإسلام، مثلا إسلام الشرق، تبقى هي قائمة إسلام هي اللي هتكسب أو هي اللي هتخسر، محدش عارف. هي قائمة مغلقة ونشوف كم قائمة هتخش. حتى الآن في كلام تعادل لقطر في الوقت بدل الضايع، وبالتالي 9 دقايق وقت بدل ضايع. طيب 9 دقايق وقت بدل ضايع، ويتعادل المنتخب القطري مع المنتخب الجزائري بهدف لكل فريق، وبالتالي المباراة ستذهب إلى ركلات الجزاء الإكسترا تايم الأول، ثم ممكن بقى ركلات الترجيح. هنشوف إيه اللي هيحصل، ودايما هنتابع حضراتكم بما يحدث في هذه المباراة. كده خلصنا أخبارنا، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الجزء القادم من هذه الحلقة هيكون معايا 2 من النجوم الكبار، النجم الكبير كابتن علاء ميهوب والنجم الكبير كابتن أحمد بلال في ضيافة البيت الكبير. هنتكلم عن هل أخطأ كارلوس كيروش؟ ماذا حدث في مباراة اليوم؟ هل كان من الممكن أن يصعد منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية ولا إيه؟ نشوف وجهة نظرهم في هذا الأمر. وهنتكلم بالطبع دائما عن نادينا الحبيب النادي الأهلي، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نستقبل نجومنا الكبار كابتن علاء ميهوب وكابتن أحمد بلال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن علاء ميهوب. ازيك كابتن علاء؟ اهلا بك. بسرعه عشان نقول ان الجزائر جابت الجون الثاني بسرعه. ازيك يا بلال؟ خلينا نرحب برضه بالنجم الكبير كابتن احمد بلال. الله يسلمك. ازيك يا بلال؟ الحمد لله، سلامتك حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يخليك. طبعا الجزائر جابت الجون الثاني في الدقيقه 14 15 او الدقيقه 15 14 اللي لغايه الدقيقه 18 وقت بدل ضايع، مش الاكسترا تايم. يعني محسوب 9 وصلنا للدقيقه 18، يعني اكتر من الشوط الاول الاضافي. تخيل. يعني نص شوط لوحده برضو حاجه غريبه جدا. سبحان الله، التحكيم كان ماشي كويس جدا طول. معرفش طبعا التحكيم النهارده عامل ازاي في هذه المباراه، ولكن هنتكلم عن التحكيم في مباراه مصر وتونس، وهنتكلم عن التحكيم ايضا في مباراه مصر والجزائر. لكن خليني ابدا بمصر بمصر وتونس الحقيقه، لانه مباراه ما كانتش حلوه حتى كابتن المباراه. صحيح. يعني على راي عويس قال لك يعني ايه، ولا المنتخب ده ينفع يكسب، ولا المنتخب ده ينفع يكسب، ولا المنتخب ده ينفع يتغلب، ولا طب ما هنعمل فيها ايه؟ نتيجه ثالثه، نعمل نتيجه ثالثه، نتعادلوا. لكن في النهايه صعد المنتخب الجزائر في النهائي خلاص. خلاص بعد 19 دقيقه وقت بدل ضايع. اذا نهائي افريقيا، نهائي كاس العرب ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري الجارين هيكونوا في النهائي، ومنتخب مصر سيلاقي ان شاء الله منتخب قطر يوم السبت الساعه 12 ظهرا. كابتن علاء، شفت المباراه ازاي في ظل الاداء اللي مش عارف، الناس كتيره جدا شايفه ان هو اداء لم يكن جيد في هذه المباراه؟ هو لم يكن جيد في البطوله كلها. نتكلم بقى ايه بهدوء بعد ما اتفرجنا وخدنا وقتنا. يمكن انا من بدايه البطوله ومن ابتداء كيروش لما بقى المدير الفني للمنتخب، يمكن انا غالبا ولا اتكلمت عليه ولا علقت بالسلب او بالايجاب على اي مباراه لعبها او اي حاجه عملها. يعني انا بحب اخد وقت كده عشان احكم عليه، ماليش دعوه بالسي في بتاعه، السي في بتاعه جبار. أوكي. بس ده كان يعني السي في جبار انتهى. بس حاجه انتهت. انا عايز اللي جاي الموجوده، الحاجه اللي انت هتعملها معايا كمنتخب مصر، منتخب ليه اسم كبير قوي. بص يا اسلام، بمنتهى الامانه كده، مش شايف اي تغيير في المنتخب. yeah. من ناحيه الاداء ممكن. من ناحيه الاشخاص، بيبدل لعيبه ويجيب لعيبه وما بياخدش لعيبه، وهو بيستعمل حاجه ان هو ما فيش حد بيقدر يكلمه. وده دايما الاجنبي لازم يبقى عارف، يعني ما فيش حد يقدر يحاسبه كتير. المدرب المصري او الوطني زي ما بيقولوا. بتتكلم عشان اسمه يا كابتن مش كده؟ لا، عشان عامه الجنسيه، تاريخه يعني. تاريخه وجنسيته كمان بتفرق. قبل اي مدرب اجنبي
حته انك لو البرتغالي تحديدا كمان خلي بالك برتغالي كمان ما احنا عارفين طبعا بس والله في فروق يا اسلام برضه لكن هو برضه يا بلال حته التعامل مع الاجنبي انت بتحاول تسيب له كل حاجه اللي انت عايزه مع المصري او الوطني توقف. انت بتحجمه لا او ما ينفعش لا ما ينفعش يبقى خليك في 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 المخيط ذاتك واحده هو عمل كل اللي هو عايزه كل اللي عمله عايزه عايز في دوري بوقف الدوري عايز اعمل معسكرات بقى معسكرات بطلع لعيبه كبيره وخبرات مفيش حد بيتكلم على عكس لو حصل ده مع مدرب مصري كانت السوشيال ميديا قتلته انا سمعت بركات بيتكلم في النقطه دي تحديدا لانه طبعا بركات كان مدير المنتخب ما قبل فتره مع كابتن حسام البدري قال لك تخيلوا يا جماعه لو احنا منتخب يعني فتره انا ما سمعتوش والله بس هي دي حاجه قال لك تخيلوا لو كنا احنا مشينا يعني او ما خدناش شريف وقفشه كان ايه اللي حصل ساعه لما ما كانش او ما خدتش طارق او ما خدتش طارق حامد كان انت كنت على السوشيال ميديا موتتك وكانت في ناس تدلك على البيت كانت الدنيا اتبهدلت بس عشان هو مش مصري فانت ما بتكلموش هو رايه صح هو ليه ما العقده بتاعتنا المصيبه السوداء بس مش هفتح اتكلم فيها كتير ان دايما الاجنبي بيفهم احسن منك اوكي هو انت متخيل بتتعامل مع واحد اجنبي فهو بيفهم احسن منك فما تقدرش تعارضه في قراراته مع ان معظم القرارات كلها غلط نتكلم بسرعه بقى من الفتره بتاعه كيروش البطوله اللي انا شفتها دي انا عن نفسي مش شايف اي تحسن في الاداء لمنتخب مصر اوكي بغض النظر عن كابتن حسام او غير كابتن حسام مش دفاع عن كابتن حسام خالص يعني لكن انا مش شايف اي تحسن هو اللي زي بقول لك يا اسلام اللي عمل هو بيجيب لعيبه ويشوف لعيبه وكده وده متاح لي لكن تحسن في الشكل في الاداء في طريقه لعب في شكلك في الملعب انا اتحدى اي خبير كروي اتحدى او اي حد بيفهم في الكوره او اي حد فرق على مباريات يجمع لي مباريات المنتخب كده ويقول احنا كنا بنلعب ازاي وشكلين ازاي واحنا بندافع وشكلين ازاي بنهاجم بس مش طالب غير كده طيب هنكمل في النقطه دي ولكن يا بلال ايضا هناك نقط ايجابيه يعني دلوقتي اصبحت القماشه اكبر زي ما بيقولوا بمعنى ان انا كان الاول عندي معروف مين جاي ومين ماشي وكان بيبقى واحد او اتنين بس لكن دلوقتي لا عندك تقدر تتكلم عن مصطفى فتحي تقدر تتكلم عن حسين فيصل تقدر تتكلم عن مروان حمدي تقدر تتكلم عن اسامه فيصل تقدر تتكلم عن مجموعه اللاعبين اللي موجودين باستثناء الجزء الخلفي لكن كله في احمد رفعت طبعا في الفتره دي فاصبحت القماشه موجوده اكبر فده من وجهه نظر ناس كتيره انه برضه شايفه ان الموضوع ده مهم جدا للمنتخب خلال الفتره اللي جايه عشان ما يبقاش الاعتماد على ناس بعين بص ده شيء جيد يا اسلام يعني شيء كويس انك انت كمدير فني بتبتدي تشوف لعيبه وتجرب ويبتدي يبقى عندك انت رؤيه من وجهه نظرك الشخصيه انك انت للحكم على اللعيب واختياراتهم النهارده احمد رفعت بيقول ان انا ممكن اكون لعيب منتخب لعيب جيد النهارده حسين فيصل ممكن بيقول لك ان انا ممكن ابقى لعيب منتخب جيد على العكس النهارده مروان حمدي ممكن ما يكونش اثبت وجوده بشكل كبير مع المنتخب ومع ذلك انت كمدير فني ودي من السلبيات بقى اللي انا بشوفها في مستر كيروش ان هو من السلبيات ان انت لما تشوف يعني اتنين بيلعبوا في الدوري اتنين فراوده في الدوري واحد متالق وبيسجل وعنده امكانيات وقدرات ولعيب معاه تاني برضه لعيب امكانياته وقدراته جيده ولكن عندك لعيب هداف دوري وبيلعب 9 سترايكر وبعدين تعتمد عليه في حته تانية تمام بتكلم على محمد شريف بتكلم على شريف لنقطه خلاف فكريه مع ممكن تكون مع حد يعني هم او ممكن التيم اللي مع كيروش شايفين ان شريف الاصلح بالنسبه له يبقى يلعب وينج فلا نحط شريف وينج ونشوف 9 تاني مختلف لكن انت ما عندكش رقم 9 اللعيب السوبر ستار اللي تقدر تقول عليه مثلا ده محطه جيده ده لعيب امكانيات وقدرات عاليه بس ده مصطفى محمد عنده سرعات مثلا يعني لكن شريف بيأدي الحته دي بشكل كويس وشريف طبعا خد بالك يا اسلام النهارده انت بتلعب في بطوله ممكن بشكل كبير بتعتمد فيه على السرعات بشكل اكبر يعني تمام وده لان انت بتلعب فرقه برضو بتهاجمك كتير في عندها مساحات كتير شريف ومروان فروق السرعات موجوده لصالح شريف وبشكل كبير يعني كنت تقدر تعتمد عليه في الهجمات المرتده السريعه منتخب مصر في البطوله دي ما اعرفش كابتن علاء توافقني ولا لا الهجمات المرتده السريعه المنظمه ما كانتش موجوده بشكل كبير مش موجوده تقريبا يعني لان انت ما عندكش اللعيب اللي بيعمل الحته دي خالص انت كمدير طب فني ايه السبب السؤال بس اللي عايز اساله اسلام عارف انت النهارده لما جيت تتعاقد مع كيروش انت تعاقدت معاه ليه انه يبني فريق ولا ياخد بطوله لا ايه لا هو ملوش في الكاس العرب ده اللي انا عرفته لا انا مش بتكلم مع كاس العرب ولا كاس الامم انا خد ولا كاس الامم انت جايبه ليه انت
جايبه عشان كاس العالم يعني فقط. يعني مدرب فقط. طب خليني اسالك فقط. انا سؤال هسالك سؤال مدرب مش هياخد كاس الامم ولا ممكن يوصل للسيمي فاين مثلا يا كابتن، يبقى هيروح كاس عالم؟ هو ده شرطه. هو كابتن هو السؤال بقى السؤال الاحلى لو انا بعمل العقد ده مع مدرب مصري وقال لك الكلمتين دول هتقول له ايه؟ هقول له اطلع بره. مش هخليه يكمل حتى لو طالب حاجه يشربها مش هيكملها. قول له طب سيبها بقى واتفضل اتفضل انت. طب ايه هي دي مشاكل يا اسلام؟ يعني ما بتحصلش. انا عمري سمعت الكلام ده. انا اللي اعرفه انا بس انت سمعته زينا يعني. لا يعني لا مثلا انا عمري لا فورد انا بتكلم. طب وده كلام انا بتكلم على كره. وده كلام عمرك سمعت في الكوره عامه يا اسلام؟ لا. انك بتجيب مدير فني لمنتخب بمنتخب باسم منتخب مصر، مش منتخب بيأدي اداء مشرف، لا ده منتخب بياخد بطولات وبتتكلم معاه فبيقول لك انا البطوله دي لا والبطوله دي والبطوله دي ما ينفعش. لا كابتن ده الطبيعي كمان في ايه؟ ما تزعلش مني يعني. وخلينا نتكلم مع بعض احنا الثلاثه في النقطه دي. الطبيعي ان انت لما بتقول كاس الامم الافريقيه، لو سالت حد في جنوب افريقيا مين اللي هياخد كاس الامم الافريقيه لو مصر موجوده يقول لك مصر. بالظبط يعني ده الطبيعي يعني الخمسه الكبار طبيعي يعني الثلاثه اربعه الكبار حتى لو انت في تصنيفك اقل. اي بطوله يا اسلام بتلاقي فيها اسم منتخب مصر انت هو الاقرب. بالظبط من مرشحين من اوائل المرشحين. لا يعني مثلا بطوله كاس العرب احنا بنتكلم عليها دي او قبل ما تتعمل وقبل ما نتكلم فيها قلنا ايه؟ مصر والجزائر تونس المغرب، لان دول الاخويه بتوع افريقيا. اما تيجي تتكلم على بطوله افريقيا سيد افريقيا كلها منتخب المصري، فما ينفعش تساوم يا اسلام تقول لي انا البطوله دي ما وعدكش بيها، دي يعني ممكن مركز ثاني. او حصل طيب يعني حصل ده اللي احنا عارفينه يا بلال. وهل حصل صح؟ هل في تعاقد؟ خلاص ما صح ولا صح دلوقتي قدام امر واقع اللي هو انت معاك عقد. انا دلوقتي جاي رئيس اتحاد جديد كويس، هعمل ايه؟ ولا هتعمل حاجه. انا جاي 6 يناير وكاس الامم شغاله 6 يناير او هتبدا 6 يناير من المفترض يعني لو ما تاجلتش او لو ما اتلغتش، وعندك بعديها بشهر كاس تصفيات كاس العالم المباراه النهائيه، بعد كده يبقى حلها الف حلال. بالظبط. بعد كده كاس العالم لو وصلت. طيب بس خد بالك يا كابتن عيد، ده خد بالك ده شرط مجحف للكره المصريه، انك انت تيجي للكره المصريه وللناس والمشجعين المصريين انك انت تجيب مدير فني تقول له ايه يعني الحته دي لا والحته دي يعني انت بتتكلم في فرقه كبيره. الكلام ده يا كابتن عارف يحصل مع مين؟ مع فرقه مغموره مثلا بتقول لها زي انا اسف يعني محترمنا الفرقه لا طبعا لا كل الفرق كويسه ما تقولش اسماء قول اسلام فرقه مغموره اسلام فرقه مثلا منتخب مبتدئ غينيا مثلا تمام اديك قلت اسم مثلا قول مثلا يا كابتن ما قلت ما تقولش اسم حاضر يا كابتن ماشي قول مثلا غينيا فتيجي تقول له ايه احنا عايزين نعمل فرقه هنعدي بيها بس نعدي تصفيات افريقيا عشان نؤهل نفسنا احنا في التصفيات اللي بعد كده نخش ونعمل بشكل كويس. انما انت جاي على فرقه على منتخب مصر اللي عنده النني بيلعب في الارسنال وصلاح بيلعب في ليفربول ومن احسن لعيبه افريقيا وعندك تريزيجيه بيلعب في استون فيلا وعندك واحمد حجازي محترف وعندك لعيبه ومرموش بيلعب في الدوري الالماني وتيجي تقول لي يا كابتن علاء انا معلش ما وعدكش بدي وبوعدك بالثانيه. ده وعد طويل الامد. ليه طويل الامد؟ لانك انت النهارده انت عايز تروح لابعد وقت ممكن يا كابتن علاء. تاخد بالك الفكره كلها كابتن اسلام ان انت عايز تروح لوقت بعيد. انت رايح لشهر 3 اللي جاي. انت عندك وقت طويل، عندك بطوله كاس العرب، اعداد جيد بالنسبه للعيبه اللي موجوده عندك في الحته دي انك تكتشف وتشوف وتقيم ويبقى عندك فكره جيده عن طبيعه اللعيب المصري والكره المصريه لو انت ما تعرفش يعني طبيعه الكره المصريه. تكتشف وقيم ووجوه جديده. يا كابتن بس اجي في الرسمي لا مطلوب لازم يبقى عندي تحدي. مطلوب منك البطوله كمان يا بلال. ما هي البدايه هو هتعتبر كاس العرب مش رسمي؟ ما هو رسمي. ما اقصدش قصدي يعني انت مثلا التارجت بتاعك انت كمنتخب مصر بيبقى بطوله افريقيا وكاس العالم، ده وضع طبيعي يعني ده الطبيعي. لكن انت تيجي تشيل كاس افريقيا اللي انت اصلا كمنتخب بتبني عليه. طب انت تلعب ايه تاني؟ انت كمنتخب انا اسف انت كمنتخب النهارده لو ما خدتش كاس افريقيا انت بتشتغل على ايه؟ يعني انت بتشتغل على ايه؟ 10-3 كاس العالم بتشتغل على فكره. احنا كلنا سمعنا الكلام ده لكن هل هو كلام صحيح ولا مش صحيح؟ انا معرفش. ما حدش نفى طبعا ما حدش نفى لكن في نفس الوقت ما حدش قال ان الكلام ده صحيح. فبالتالي احنا بنتكلم كلام اصل هو برضه بيني وبينك لما تقعد تفكر فيها يا كابتن علاء ما ينفعش يعني لوجيك صعيب قوي يعني عيب لعيب ايوه صح يعني مش ما ينفعش هو مش ما ينفعش عيب هي الكلمه يعني انا هلعب في كاس الامم واطلع من لا قدر الله يعني ايوه ماشي بس هي الكلمه اتقال عيب كمنتخب كاسم منتخب مصر يا جماعه اسم منتخب مصر ده حاجه جامده جدا طبعا. جدا اذا كان على مستوى على مستوى العرب او مستوى افريقيا اتكلم في منتخب قوي جدا 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 حتى المنتخب الحالي
لو انت اخترت اللعيبه صح واعدادت اعداد صح وابتديت ويبقى في فكر في البطوله كاس العربي انت كنت اخذتها. انت مهما كان لعيبتك غايبه يا اسلام انت عندك الدوري المصري فيه لعيبه كتير جدا 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 ولعيبه كويسه اللي اخذتها واللي حتى اللي جنبت اللعيبه، لكن كان ممكن يبقى شكلك احسن من كده بكتير، كان ممكن توصل نهائي. بس انا ما شفتش اي بوادر انك انت عايز توصل يعني. اول مباراه، ثاني مباراه، المباراه حتى لو قلنا مباراه قويه يعني اقوى مباراه لعبتها الجزائر، انت كسبتها بانذارات، تعادلت وكسبت انذارات عشان كسبت انذارات. ما دي عارف خد بالك، ما دي حاجه برضو يعني حاجه لذيذه انك كسبت انذارات. حتى التعادل بتجيب ضربه جزاء، ممكن اسوء ضربات الجزاء اللي شاطها عمرو السوليه، لكن ماشي كنت محظوظ. زي مباراه الاردن، مباراه الاردن يعني الاحترام الكامل للاردن وادوا مباراه وادوا بطوله ممتازه، لكن هل يعقل الاردن تاريخيا على الاقل تاريخيا يعني. طبعا يعني تلعب معاك 45 دقيقه هي افضل في كل افضل حاجة. ولولا ستر ربنا وتالق الشناوي المعتاد كانت ممكن الشوط الاول يطلع 3-1، طلع 1-1، فانت مش احسن من كده، هايل طبعا. لكن طب بس هو جه الشوط الثاني برضو ظبط عدل الملعب بقى الدنيا حلو. عدل الملعب ليه؟ لانك على المدى الطويل كل ما الوقت بيعدي انت بدأنا احسن، انت مجموعه اللعيبه اللي عندك احسن، انت الاختيارات اللي عندك بره احسن من الاردن مهما كانت. والاردن فريق كان بيدافع، الفريق بيدافع على طول يا اسلام هيجي وقت هيتعب. أيوة. لان هو في الاخر اتعادل 1-1 الشوط الاول فتعب خلاص، وبيلعب مصر يعني تخيل انت الفرق المنافسه مقدره اسمك كمنتخب حتى النهارده تونس بلال برضو تونس النهارده يا كابتن يعني انا بشوف ان هي كانت مديه يعني حاجة اسمك يا اسلام جامد طبعًا. كبير لمنتخب مصر ده وضع طبيعي. انت النهارده ما انت نتائجك مع الفرقه دي هي اللي بتقيمك وهي دي اللي بتخلي الفرقه الثانيه يعني تعمل لك حساب. صح. انت كسبت تونس قبل كده وخدت وخدت بطوله افريقيا 3 مرات، وانت كمنتخب مصر براند كبير يعني اسمك كبير، فالناس بتعمل لك حسابات كتيره جدا 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 جدا. فالنهارده بتلعب منتخب تونس فريق كويس، فريق جيد، فريق منظم، لكن انت برضو منتخب مصر. اللي انا شفته في الماتشات اللي فاتت دي ما اعرفش توافقوني ولا لا، ان بحس ان اللعيبه بتلعب بس بالروح، يعني بروح منتخب مصر مثلا يعني عايزين نكسب وكل واحد عنده مهاره بيحاول يظهرها، لكن في استراتيجي في بلان في الملعب انا ما شفتش حاجه. مفيش يا كابتن، انا بقول لك بس انا بختلف معاكم شويه في النقطه دي. على الاقل الشوط الثاني في كل مباراه على الاقل في الشوط الثاني انت بتلعب بشكل واضح جدا يعني. انت هو كيروش بيلعب 4-3-3 كويس واضحه كويس، حتى سيبك من الاسم الثالث، ما ساعات بيبقى زيزو، ساعات بيبقى قفشه، ساعات بيبقى اسامه حسين فيصل، بيبقى واحد مش مهم الثالث مين، ولكن هو طريقه اللعب الواضحه اللي هو بيلعب فيها 4-3، والثالث ده اللي هو بيبقى اقرب للناحيه الهجوميه. والشوط الثاني النهارده كنت كويس؟ لا ما انا بقولك النهارده أسوأ إدارة لكروش النهارده بالظبط من وجهة أنا رأيي، لكن في الأربع مباريات السابقة الشوط الثاني لا أربع مباريات لعبت مين؟ إسلام أربع مباريات لبنان والسودان، أربع مباريات لبنان والسودان أنا بتكلم على شكل منتخبنا قدام ما أنا هكلمك. لبنان 5-4-1 كسبتها 1-0، السودان فريق متواضع جدا وكل الفرق كسبته، الأردن عملت عليك شوط ممتاز ولولا ستر ربنا زي ما حكيت لك كان ممكن تحصل. صح بس الشوط الثاني الشوط ما انا عملت ايه؟ لعبت يعني انت يا كابتن معلش خلينا نتكلم انت حضراتكم لو مدير فني احنا مش ضد المنتخب على لا 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 طبعا احنا بنتكلم فنيا فقط لا غير ولا انا مع على فكره بس انا او انا مع طبعا بس يعني اقصد انه في الاخر احنا كلنا ننتقد الراجل النهارده، لكن اذا كان هناك ايجابيات حصلت خلال الفتره اللي فاتت من وجهه نظري لازم تتقال. فمثلا خلينا نتكلم ان هو لو حضرتك مدير فني لمنتخب مصر هتلعب بمين؟ هتلعب باحمد رفعت شمال من الاول صح؟ قول لي ماشي كمل معاك انا خلاص وهتلعب بمجدي قفشه وهتلعب ناحيه اليمين يا زيزو يا مصطفى فتحي واحد من الاثنين زيزو وقدام هتلعب بمحمد شريف صح؟ هو دايما كان بيعمل كده الشوط الثاني وليه ما بداش؟ ما اعرفش بقى ليه ما بداش بالصح؟ انا بقول لك عشان كده هو انا ليه ابدا غلط؟ عشان اما صح على الشوط الثاني يبقى انا عملت حاجه كويسه ونفض الكره او الظروف ما طورتليش الشوط الثاني زي النهارده صح. انت فاهمني يا اسلام النهارده ما انت بادئ حتى بس النهارده بقى في مصيبه كبيره كمان التغييرات حدث ولا حرك فيها تغييرات النهارده اغرب تغييرات ممكن توصل يعني تيجي في دماغك يعني يعني من واحد اجاد المباراه السابقه الناس كلها بتقول احمد رفعت المباراه السابقه كان كويس وكده معلش يا كابتن احنا بنتكلم دي فرحه لعيبه الجزائر بعد صعود المباراه النهائيه يعني طبعا مبروك للمنتخب الجزائري الشقيق طبعا يستحق الحقيقه
افضل طبعا. منتخب موجود في البطوله المنتخب الجزائري يستحق الحقيقه، وانا متخيل ان البطوله ستذهب الى المنتخب الجزائري على الرغم من انها هتبقى مباراه صعبه وكل حاجه امام المنتخب التونسي، كفه الجزائر ارجح طبعا. الكل شايف ان كفه الجزائر ارجح لان عندهم مجموعه جيده من اللاعبين. الحقيقه انا كنت متخيل ان هم ومنتخب مصر الاثنين واحد، والله يا كابتن يعني ما اعرفش ليه، لكن يلا المنتخب التونسي فاز النهارده والدنيا تمام. اتفضل يا بلال او اتفضل يا كابتن. عايز اقول بس حاجه، نقطه مهمه يا اسلام، انت النهارده انا بقيم منتخب مصر في البطوله دي على اي اساس؟ هل بقيمه على فرقه بتلعب كره كويسه، ولا بقيمه على فرقه راح تاخد بطوله؟ عشان بس يبقى كلامنا يعني في محله الصحيح. انا بقيم النهارده منتخب مصر على فرقه راح تاخد بطوله، مش فرقه رايحه تأدي اداء جيد عشان نسقف بعد ماتش الاردن ونسقف بعد ماتش تونس ولبنان ونقول الاداء جيد يا جماعه والله منتخب مصر شكله اتغير. احنا مش عايزين منتخب مصر شكله يتغير، بس احنا عايزين نتيجه واداء عشان بعد كده فيما بعد يبقى انت عندك بطوله افريقيا رايح تكسب. انت كل الفرق اللي موجوده دي انت ناقصك انني اعتقد ناقصك مرموش وناقصك صلاح وتريزيجيه يعني، وتريزيجيه ابتدى يشتغل يعني. مصطفى محمد، احمد ياسر، ريان، لا عندك مجموعه يعني اكيد وضع طارق حامد. الفرق الثانيه برضو ناقصها لعيبه كتيره جدا جدا. افريقيا من وجهه نظر الشخصيه اقوى بكتير جدا جدا طبعاً. جدا جدا من, من 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 بطوله كاس العرب اقوى بكتير قوي قوي قوي. فانت النهارده لو انت بتتكلم كمدير فني ان انا الهدف بتاعي او التارجت بتاعي ان انا اروح كاس العالم، فانت تلعب فرقه من الخمسه الكبار امكانيات اعلى بكتير جدا من امكانيات الفرقه اللي بتلعبها النهارده بكتير ككره قدم يعني. تمام، طموحات الصعود لكاس العالم كبيره جدا جدا بالنسبه للفرق الافريقيه، كاس العالم والتسويق والامكانيات والقدرات، وهتلاقي كل اللعيبه بتقاتل عشان كاس العالم. فانت النهارده كمنتخب مصر لما تروح بطوله زي دي كاعداد بالنسبه لمستر كروش زيك زي بقيه الفرق، الطبيعي جدا الطبيعي جدا ان احنا نشوف فرقه رايحه تكسب. تمام، لو ما كسبتش يبقى المفروض نطلع كلنا كابتن علاء بنسقف للاداء المنتخب على الروح القتاليه وعلى الاداء الفني ونقول باد لك. انت النهارده بتلعب منتخب تونس الشوط الاول، اعتقد منتخب تونس مسيطر على كل على المجريات الجيم، ستة او سبعة او تسعة كورنرز تقريبا، كان ممكن فيهم واحدة او اتنين يجوا جوال. كرات الثابتة عندهم كلها خطر. كنا متخيلين الكابتن التغييرات اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها دلوقتي ان التغييرات كان من المفترض ان هي تغير الشكل، ولكن التغييرات كانت بالنسبة لك أضر. يعني طلع مجدي قفشه نازل محمد شريف ما بين الشوطين، اضرب الشكل وانت وبعدين حاجه غريبه جدا. هو بس في سؤال، هو انت ليه عامل مشكله في توظيف محمد شريف؟ هو ليه يعني اللاعب انا عارف عارف بيلعب فين وعارف امكانيات محمد شريف، اكيد بفرج عليه في الدوري وهداف الدوري ولعب مع النادي الاهلي وامكانياته معروفه، ليه ببعده عن ليه ببعده بوديه مكان تاني واجيب محمد مجدي في مكان تاني، ومش عارف بعمل تغييرات غريبه قوي، مع ان لو كل واحد لكل لعيب لعب في مركزه الفايده كلها ترجع للفريق، الشكل هيبقى احسن، والشكل هيبقى احسن هيرجع للمدير الفني هيقول لا المدير الفني عامل شكل واداء كويس. ليه انا بغير تغييرات مش مفهومه؟ ما اسلام كلنا لعبنا كوره، ما واضح يا كابتن علاء ان في حد بيلقى يبقى غلط يبقى مصيبه. واضح اصل مين هو شاف شريف وينج فين؟ يعني خلينا نتكلم كده صراحه، يعني كيروش يا كابتن علاء شاف شريف بيلعب وينج فين؟ لا بس هو بيقول لك هو لا يعني لا ينظر للجهاز الخالص، دي غريبه غريبه. طب هو شافه المشكله يعني انا عن نفسي شافه محمد شوقي بس بصراحه، لكن شافه بيلعب وينج فين يا كابتن علي؟ ما اعرفش امتى يعني كروش من ساعه ما جه في التمرين هو شايف امكانياته ان هو يلعب وينج، وجهه نظره وفي الماتشات راجل بيلعب مع النادي الاهلي والمباريات اللي بتاعت الدوري العام اللي بيلعب اساسي سترايك رقم 9، تيجي انت كمدير فني تقول لا انا الحته دي مش عاجباني هحط في الحته الثانيه دي؟ طب قيمته وبعدين اسال على حاجه، ما هو ده تقييم برضه. خد بالك انت عندك فاصل ولا نطلع فاصل عشان طب نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن كارلوس كيروش. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن علاء كنا بنتكلم عن المنتخب الوطني، و في ناس كتيره بتتكلم عن ان من الممكن جدا عمرو السوليه احرز هدف في نفسه، مصطفى فتحي هو لما نزل لم يكن موفق وضيع جون، هل من الممكن ان احنا نحمل اثنين لاعبين خالص بهذا الشكل؟ خالص لانه خالص. انا شايف ان هي اتقلبت اهلي وزمالك. لا 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 لا، ولا ده ولا ده طبعا. عمرو السوليه ما يحملش نفسه بالظبط كده يعني، اكتر من طاقته بتحصل على فكره كره القدم بتحصل في اكبر انديه ومع اكبر لعيبه، وانت بتتكلم على واحد من نجوم منتخب في البطوله دي، تكون هنتكلم عن نجوم او نحب طلع نجوم في البطوله دي. انا اخترته الافضل بصراحه طبعا عمرو السوليه. حمدي فتحي مش تحيز للنادي الاهلي والله العظيم خالص،
من اكتر الناس ثباتا في البطوله دي ومؤدين واجبهم تماما، مفيش مشكله. انا هقول لك كمان الشناوي هيقول لك ده انت متحيز للاهلي، بس انا مش متحيز للاهلي بجد والله. قدوا محمود حمدي ادى بطوله كويسه، لكن انت لكن انا ما حملش عمرو السوليه ان خسرت النهارده. بص يا اسلام، هو دايما في انذارات بتجيلك كده بس انت ما بتاخدش بالك منها. يعني عارف المدير الفني لما يعني لما بيتفرج على المباراه اللي لعبها او يبدا واحده واحده كده يفكر، هو اداء مش مقنع، كسبت مباريات صعبه جدا، ماتش الاردن انت متعادل في اخر الشوط الاول وكنت ممكن تخسر 3-1، دي عارف انت علامات المفروض علامات لازم تاخد بالك ان في حاجه مش مظبوطه عندك. خسارتك النهارده يا اسلام ده اكبر عقاب ليك لجمهور الكوره في مصر، اكبر عقاب لجمهور الكوره في مصر خسارتك النهارده. بس اللي يبص كده للصوره بهدوء، جمهور الكوره في مصر ماله؟ هو الجهاز الفني تقصد؟ لان لا انا بتكلم على جمهور الكوره في مصر النهارده، اكيد الناس كلها زعلانه وحزينه طبعا، ان خسرت اولا من تونس وتخسر في التايم ده بكره زي دي. لكن دي مش ما هو ده يعني هو مش عادله في كره القدم، لكن لازم كنت تاخد بالك ان في حاجه غلط، لازم كنت تعمل حساب ان انت في مشاكل عندك بس انت تصلحها، لازم يبقى ادائك احسن، لازم يبقى ما ينفعش زي ما بلال بيتكلم دلوقتي. بلال بيتكلم بنقطه، انت بتلعب طول المباراه بالروح، ما الروح في ماشي، الروح جميله وكل حاجه بس ادائك كوره، ما انت هتلاعب فريق روحه زي روحك بس هو اعلى في الكوره. النهارده المباراه لو شفتها ما فيهاش فرص كتير خالص، مش ممتعه صح يا بلال؟ صح، المتعه قليله جدا، لكن في فريق الى حد كبير ليه شكل، صح، فريق تونس عشان بس نبقى منصفين وبنتكلم كوره، الناس تقولش احنا بنتكلم اي كلام، في فريق ليه شكل دفاعي وشكل هجومي، بينقل الكوره بهدوء. عشان كده بقول لك انا عايز اعرف احنا مثلا لو نفقد الكوره بنلعب ازاي النهارده ولا حاجه يعني بنقابل أنا بنقابل يعني؟ انا بس والله بتكلم سؤال عادي ولا حاجه. بينزل بيرجع عمرو وحمدي ومعاهم كان مجدي قفشه الشوط الاول كويس لغايه لما طلع مجدي قفشه وبقى زيزو كويس، هو ده اللي كان يعني، ودخل محمد شريف ناحيه اليمين وزيزو نزله معاهم في الثالث في وسط الملعب. انت عارف يا اسلام هو ده اللي كان الشكل اللي احنا بنلعب بيه اللي هي 4-3، هو كويس. كان معتمد على 4-3-3 بس كنت بس انت عارف يا كابتن علاء يقصد ايه؟ انت هل انت مثلا الشكل جوه الملعب منتخب مصر حاسس انه او انت بتتفرج عارف انه ممكن يعمل خطوره بالطريق بالحته دي باللعبه دي؟ يعني في لعبه متفق عليها مثلا تتلعب دبل باص وتتلعب من ورا فاهم قصدي؟ يطلع الرايت باك او مثلا الليفت وينج ويروح وتتلعب زي ما بيحصل في كل الفرق. يعني النهارده تونس بيحضر ويلعب الكره من ورا احمد فتوح كل مره بيحضر طول الماتش النهارده، فعندك استراتيجي وعندك بلال تونس النهارده الملعب عامل كده كابتن من جنب اليمين هو بيلعبك على النقطه دي يا اسلام، لدرجه النهارده فتوح ما شفتوش ولا مره عمل اوفر، ونفس الكلام عند اكرم طب. لكن هو اللي خلاه كده يا بلال هو انت مديله حريه يمين الكوره براحته يا اسلام، صح. يعني النهارده في نص الملعب العمليات كلها في نص الملعب، هو في نص الملعب مستحوذ استحواذ تام. عشان كده بقول لك هو احنا ما كنا بندافع ازاي؟ كنا بنرجع زي ما انت بتقول، بتتكلم صح، بس رجوعك ده هل ليه فايده؟ خالص. الكرة تتنقل صح يا بلال من يمين للشمال يمين لحد ما يلاقي الثغره اللي بيتكلم عليها بلال ويبدا يهاجمك منها. انت مش عارف توصل لكده يا اسلام، انت بتعمل كرة واحده بس النجوم يعني كرة واحده يا من حجازي طويله وانت ما بتلعبش على كده، انت ما عندكش تسعه اللي هو بتاخد الكرة الثانيه، انت ما عندكش مش اسلوبك، يا اما لما حجازي ما بلاقيش الشناوي بس ده اسلوب ده طريقه لعبك على فكره مع كل الفرق، مش ما بقولش كده مع كل الفرق، بس الفرقه لما تلاقي لعب بتلعبك كويس قوي زي الجزائر وتونس انت بتبان. طب هل كمان انت كمدير فني النهارده في الماتش انت رايح للتغييرات بتاعتك على الاكسترا تايم؟ طبعا واضح ان هو بيشتغل على كده كده، واضح ان انت راسم طبعًا. انك تروح للثالث والشوط الثالث والرابع عشان تبتدي تنزل. مفيش مدرب في العالم بيشتغل في الحته دي. كره النهارده شفت الماتش النهارده بتاع الجزائر وقطر، جول في الدقيقه 99 وجول في الدقيقه 104 و100 و105 مفيش حاجه اسمها ان انا مستني الحكم يصفر عشان خاطر ابتدي اعمل تغييره زي بتاعت احمد رفعت اللي مكسبني المباراه اللي فاتت وعامل شكل كويس وهايل. هو ده اللي بنتكلم فيه بقى، هو ده اللي بنتكلم فيه ان هو كان من الممكن افضل مكان في النقط دي تحديدا، هو الشوط الثاني على الاقل يبدا كده الحلول بالنسبه لك. يعني التغييره بتاعت شريف قفشه دي برده تغييره محيرة. بس انا سالت حتى ان قفشه كويس قالوا لي كويس، ما يعني انا قلت يمكن قفشه في حاجه حس باجهاد حس يعني. وهل لو وحش حتى لو عنده حاجه تبقى هي دي التغييره؟ يعني حتى لو قفشه عنده حاجه لا هو لو الطبيعي يا بلال لو انا بشتكي من حاجه يا اسلام مش هبدا بيه،
يبقى ورقه رابحه معايا، لكن كون نبدا بيه وحط رجله في الملعب انا متاكد ان هو سليم 100%، لان هو على محمد مجدي المباراه اللي قبل كده هو ما بداش بيه، لعبه شويه في المباراه، فما يبدا بيه النهارده يبقى انا متاكد. حتى لما سالت بشكل شخصي قالوا لي لا انا كويس. ما انا بقول لك انا بقول لك حتى انا بقول ايه، اكيد نزل الملعب هو تغييره غريبه برضه، هو كويس غريبه جدا، هي تغييره ان هي قناعات ملهاش معنى، قناعات المدير. بص يا بلال، قناعات المدير الفني هي اللي بتخليه يعمل التغييرات دي. انا مقتنع ببلال في المكان ده، فانا بغير عشان شايف بلال في المكان ده اللي هو غلط. ايوه يعني. لان هو بيلعب على ايه يا بلال؟ ما هو من الواضح هو ليه مروان حمدي لعب النهارده وجهه نظري يعني، وخلينا نتكلم فيه. وبيلعب كره طويله بيقف ما بين الثلاث مدافعين، بس مروان مش اللي هو الاسترايكر يا اسلام. انا بقول لك هو وجهه النظر كده. ايوه ما احنا بنناقشها كده، ويعتمد على اللي انت بتقوله بقى ان واحد وينج يجري واحد وينج شمال. اسلام اما بعمل الكره اما بعمل عشان هي مش المقاومات لعيب يا بلال، لما العب الكره الطويله يبقى الاسترايكر ده طويل جسمه جامد جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا محضر نفسي للكره الثانيه اللي هي ببدا اشتغل بيها، او ببدا الاثنين على الاطراف بيخشوا ورا الراجل بيلعب بدماغه ده. انت ما عندكش دي وما عندكش دي، فانت عشان كده بقول والله مش بنتقد او نفسي افهم، بتنقد اداء. لا عايز افهم اسلوب لعبنا احنا ايه. وانا بدافع وانا معايا الكوره انا ما فهمتش. من الناحيه الاخرى او من الجانب الاخر هو بيلعب على ان اهم ما يميز المنتخب التونسي ايه؟ الوينجين. كويس، فانا عايز اقفل عليهم، عشان كده خلى زيزو بيدافع كويس مع اكرم، وخلى حسين فيصل بيدافع كويس مع جميل مع فتوح. أنا وبالتالي معاك. هو فضل اطول فتره من وجهه نظره ممكنه حاطط الاربعه دول اللي هو اكرم وقدامه زيزو والناحيه الثانيه فتوح وقدامه حسين فيصل علشان يقفل على الوينجين هنا والوينجين. طب حلو، على فكره متفق معاك. طب بعد ما اقفل هعمل ايه بعد كده؟ ما دي بقى هي دي بقى انا بيعتمد على قفشه، فعشان كده انا استغربت. طب ما هي دي النقطه، استغربت ان هو. ما هي دي النقطه الثانيه يا اسلام. ماشي، انا بحترم المنافس بلال وبلعب على نقطه الهجوم بتاعته، ده حلو كويس قوي في كره القدم، بس انا بعمل ايه لما استلم الكوره انا؟ يا جماعه احنا ده انت منتخب مصر، الخطوره فين يا اسلام؟ الخطوره ما كانش فيه يعني التحول، ما كانش فيه. هل النهارده شفت تحول؟ برغم ان المنتخب مصر كان في وقت من الاوقات بيلعب يعني 10 في نص الملعب كلهم بيدافعوا، ومروان حمدي كان منزل للدايره بتاعت. هل انت شفت النهارده تحول للمنتخب؟ سريع، في سرعه، في كاونتر اتاك، في لعب من على الاطراف، اثنين طرفين بيروحوا النهارده، حسين فيصل مثلا ناحيه وزيزو الناحيه الثانيه مع مروان حمدي الناحيه دي، ما شفناش الكلام ده خالص. بعدين التحول ما شفناهوش. في حاجه يا سلام كمان واضحه قوي في منتخب مصر في كل مبارياته، انت لعبك كله فردي، كل لعبك فردي مش جماعي خالص. حسين فيصل فردي، مصطفى فردي، كله فردي. حسين لعيب كويس بس يعني مشروع لعيب هيبقى كويس. انما الهيصه ساعه ما سمع ال 50 مليون طب خلاص مليون النهارده اتفرج بيعمل النهارده بيعمل ما ينفعش يا جماعه، رفق يا جماعه باللعيب اللي لسه طالع. لسه كنت بقول لهم والله بجد والله يا كابتن انا ما سمعتكش والله يا اسلام، انت كنت في النقطه دي. اتذكر في احمد عبد القادر لما رجع النادي طبعًا. لو تفتكر في المباراه وديه عمل بانينكا اللي هي عمل كده وجاي حاططها بالراحه من الجون ماسكها، فاحنا حتى هنا انتقدنا الشكل ده ولانه ما ينفع يعني. فانا حتى افتكرت وقلت الكلام ده في اول الحلقه النهارده، احنا يا جماعه مع حسين فيصل ما هو لازم يبقى كده كويس. انا قلت كده والله بجد، انه لعيب كويس ولعيب كويس وكل حاجه، ولكن في النهايه واحد انت وصلته 50 مليون جنيه في ماتش. طيب هو 50 مليون جنيه من ماتشين اللي لعبهم الاولانيين، طب النهارده بكام؟ النهارده بكام؟ نفس السؤال انا سالته. طيب هو ده، هي دي ما دي برضه خد بالك يا اسلام مشكله من مشاكلنا، يعني اللعيب لما بيلعب مباراه كويسه او مباراه والثانيه بتروح رافعه السماء في ثانيه، حرام انت يعني بجد حرام عليك. لو اللعيب حرام عليك اللاعب نفسه بالظبط، لو اللعيب ده مش متزن، ما هو في لعيب دماغه خلاص بيجنن، عايز كل كره عايز يرقص وعايز يبقى هو الشكل، الموضوع بدا فردي. عشان كده بقول لك النهارده منتخب مصر كله فردي بس، حاجه جماعيه انا مستني حد يقول لي اي حاجه ما حصلت. مفيش حاجه معايا، مفيش حاجه معايا في الماتش، مفيش. انا مستني لو في حاجه شفت حاجه معايا النهارده والله بتكلم جد مفيش حقيقه. احنا بس بنعتمد على المهارات الفرديه بتاعه اللعيبه بس الحقيقة. فردي يعني احمد رفعت مهارات فرديه عاليه، بيتحرك كويس وبيرقص كويس وبيعمل عرضيات كويس. شريف حتى الجول اللي جابه رفعت، هو يمكن دي الحاجه اللي كان فيها ربط نوعا ما او تحرك كان جيد، انه شريف دخل ال 18 المباراه اللي فاتت مش دي تمام، الهدف اللي سجله رفعت اتحرك رفعت دخل كراس حربه تاني، يعني دي الحاجه اللي عايز اقول لك، يمكن اقول لك الحاجه الوحيده اللي في الماتشات الاربعه اللي حسيت ان فيها ربط ما بين اللعيبه وبعضها. أوكي. ربط كان فيها ربط، شريف اتحرك كويس قوي. انت عارف ليه ما فيش ربط؟ ليه؟
ان كل ماتش بتشكيل كل واحد يشوف واحد مختلف بالزبط. بشكل مختلف. هو الراجل اللي بيعمل كده، هو بيعمل كده يعني عايز يجرب يعني يشوف مين مين يعني. انا عايز اسال سؤال مثلا، هو احنا خلال الاربع ماتشات دي مفيش اي ايجابيات خالص يا جماعه؟ ما هو برضو احنا مش عايزين نقعد نتكلم ان احنا في سلبيات. في سلبيات، في ايجابيات، لكن هل في ايجابيات؟ اكتشاف لعيب زي احمد رفعت ممكن يكون لعيب دولي في في, في, في وقت من الاوقات، حسين فيصل ممكن يكون لعيب دولي في وقت. هي دي الحاجات اللي انت بتكتشفها لمنتخب مصر. لكن انت النهارده ايجابيه تقول ان منتخب مصر انت بتشتغل على ايه؟ بشتغل على ان انا رايح افريقيا وبعد كده رايح كاس العالم. هل انت النهارده شايف ان منتخب مصر بالشكل وبالستايل وطريقه اللعب دي ممكن يروح لكاس العالم بالطريقه دي؟ لا. لو انت هتعتمد على الناس دي في المباراه اللي جايه، هو ده السؤال. مين اللي ممكن ناخده من اللاعبين دول بما ان بقى في ايجابيات؟ ما هو انتوا لو بتتكلموا على كده، هل ممكن حد من اللاعبين اللي موجودين النهارده مع المنتخب يجي معانا منتخب، يجي معانا بطوله كاس افريقيا لو اتلعبت؟ خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نسال الكابتن علاء والكابتن بلال، هل بما ان هناك بعض الايجابيات يعني عشان ما نقعدش نتكلم بلال على طول. انا مش هتقول لسه بقول لك. طب يبقى خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اسال الكابتن علاء ولا الكابتن علاء؟ لا يلا 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 لا لا اكيد لا 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 والله انا ما قلتش، قلت له طيب هو ليه اجابات؟ لا اكيد. بص يا اسلام، اي بطوله او اي مجموعه مباريات بيبقى فيها حاجه جديده، اكيد فيها ايجابيات طبعا. هي طبعا سلبيات اكتر والمكاسب قليله جدا، لكن ايجابياتك ممكن تقول مثلا انا من وجهه نظري، بس لازم مع بعض يعني ايه بعض الهدوء في اللعب وازاي دايما يلعب جماعي. مصطفى فتحي واسمه وحسين وحسين حسين فيصل، حسين فيصل اثنين لعيبه كويسه، وعلى فكره انا معجب مصطفى جدا كمان، لكن لازم يفكر في اللعب الجماعي اكتر من الفردي. الفرديات انا طبعا مهارتك دي مش بحرمك منها، بس هي ليها وقت، ليها وقت وليها مكان في الملعب، مش اي وقت. لكن الاثنين دول لا، من مكاسب البطوله دي هم الاثنين دول. لكن يعني تقدر تاخده معاك كاس طبعا امم؟ طبعا طبعا والله، خصوصا مصطفى انا اعتمد عليه. اعتمد يعني اكترهم مصطفى، بس بقول لك يبعد عن الفرديه شويه. مصطفى لعيب كويس ولعيب تحس ان هو في الملعب لعيب تقيل، ما عندوش مشكله ان هو يلعب في اي ويغلط ويعمل، ما عندوش مشكله في اي مباراه تحت اي ضغوط. هو انت بتدور على النوعيه دي، مش نوعيه ان انا ضد الفرق الضعيفه بلعب واتالق، ضد الفرق الكبيره ما تشوفنيش. لا مصطفى فتحي انا شايف ان هو لا، يمكن اجاد في البطوله دي ومكاسبها. يمكن المكاسب الثانيه مش مكاسب، لان هم ده مستواهم، اذا كان الشناوي اذا كان حمدي فتحي السوليه. لا يعني ممكن مثلا نعتبر ان مهند لاشين برضو مكسب، مهند بس ما خدش وقت، ما خدش وقت كتير. أوكي. يعني دايما كان بيلعب في ظروف اضطراريه، لكن هو مكانه هو لعيب كويس على فكره مهند من فتره، لكن ما شفناهوش قوي يعني، ما شفوش قوي، لكن هو لعيب كويس، ولو اخد فرصه يبقى عندك حد في نص الملعب تعتمد عليه. لكن اللي انا من وجهه نظري شايف ممكن يبقى كويس مصطفى فتحي. بلال اضيف للاثنين دول، اتفق مع كابتن علاء، اضيف ليهم احمد رفعت يعني انا طبعا لعيب، واحمد ياسين على فكره برضو، واحمد ياسين سوبر مش وحش، لعيب كويس، لعيب جيد. بس انت بتتكلم على مين اقدر اخده معايا افريقيا؟ احمد لسه، احمد ياسين يعني لسه. لو هنتكلم في الايجابيات فاحمد ياسين كويس، مصطفى فتحي لعيب كويس، مهند لاشين لعيب يعني هيجي منه فيما بعد، محتاج شويه ماتشات ومحتاج الخبرات الدوليه. لكن انا بكلمك او انت السؤال مين يقدر يروح معاك افريقيا يعني مين النهارده؟ افريقيا دي امتى؟ ده الشهر الشهر اللي جاي خلاص، الشهر اللي جاي 6 يناير فعلا، الشهر اللي جاي الشهر اللي جاي خلاص. فانت خلاص هتبقى حددت، يبقى المفترض انت كمدير فني حددت خلاص الهيكل بتاعك، او حددت الاسماء اللي ممكن تبقى مرشحه بالنسبه لك، او اللي اكيد بنسبه 80-90% هتاخدها باختلاف لعيب او اثنين يعني. فانا بشوف ان احمد رفعت من اللعيبه اللي ممكن تروح مع كيروش بطوله افريقيا. لعيب يعني عنده ثقه في نفسه وعنده امكانيات ولعيب جيد، كان مهم بالنسبه لك في المباراه اللي فاتت. انت اضعت عمر كمال عبد الواحد برضو، عمر لعيب كويس، بس انا بشوف يعني برضو عمر ما ظهرش بالشكل اللي يعني لعب المباراه اللي فاتت. باك رايت مش مكانه بالظبط، فما قدرتش تقول هل هو الامكانيات والقدرات الكبيره بالنسبه لك ولا لا كباك رايت. الحقيقه لا يعني في احسن، ما تقدرش تحكم عليه، فبالتالي يعني مش هتبقى حتته. فخلينا نتكلم في الحته بتاعه اللعيبه الثانيه. النهارده مثلا تريزيجيه لسه ممكن يكون قدامه شويه عشان يلعب في بطوله افريقيا، لسه المباراه لعب مباراه واحده مع الرديف تمام. هل ممكن يبقى فنيا وبدنيا جاهز انه يروح يلعب في بطوله الامم؟
ده موضوع اكيد هيبقى لسه فيه شويه، فانت محتاج لعيب يلعب في الحته دي ناحيه الشمال. رفعت لعيب كويس مرموش. طبعا مرموش لعيب كويس، ما انت عايز بديل اكيد. انت عندك لعيب اساسي، ما انت صلاح لعيب اساسي، فممكن يبقى خلاص، يبقى انت عندك زيزو في الحته دي، مرموش في الحته الثانيه، بتدور على البديل الانسب بالنسبه لك الجيد. فانا بشوف ان رفعت بديل كويس. كابتن علي اتكلم على مصطفى، مصطفى لعيب كويس وامكانياته وقدراته رائعه جدا، محتاج توظيف داخل الملعب بشكل افضل من كده. توجيه يا اسلام، على فكره مش عيب انك تتكلم باللعيب بتاعك، بس لما تحس ان اللعيب ده لا عنده امكانيات كويسه، مصطفى امكانياته ممتازه، ودايما تحس ان هو ثقه في نفسه، وانت محتاج في البطولات دي بطوله افريقيا كمان، اما تعتمد على لعيب لسه داخل المنتخب مش كتير عنده ثقه في نفسه، مصطفى عنده دي، مصطفى ما عندوش قلق وبثق في نفسه كويس جدا، لكن حته التوظيف، حته تكلمه ازاي يبدا، ازاي يتحرك، ازاي يستعمل مهارته هنا، ازاي في المكان ده يبقى اللعب جماعي. على فكره مش عيب، لعيبه العالم كلهم الاساطير في كره القدم المدير الفني بتاعهم بيتكلم، هما طبعا عارفين اكيد مليون مليون احسن مني، هو ازاي بيعتمد على سرعه ومهاره، يعني هي دي. اما هباين انا الميزه اللي فيها فين؟ لا وكمان يا كابتن بطوله افريقيا صعبه جدا بجد، دي حقيقه صعبه، قوه وسرعه ومهاره، يعني هتلاقي عايز عقليه مختلفه، عايز عقليه مختلفه كابتن طبعا، والفرق المنافسين مختلفين تماما، يعني لما تخش في دور ال 16 في بطوله افريقيا لا هتلاعب فرق سرعه وقوه ومهاره وتاكتيك، يعني فرق كبيره، يعني امكانيات وقدرات عاليه جدا. صح. فانت محتاج لعيبه على المستوى ده، المستوى الفكري رقم واحد والمستوى البدني رقم اثنين، يعني محتاج الحاجتين. لعيب بيعرف يفكر داخل الملعب، يعني مش هينفع تقول له ايه اصل الماتش ده انت كنت ما بتلعبش جماعي او بتلعب فردي، الكلام ده مش هيبقى موجود كمان يا اسلام. احنا ناسين لعيبه بيراميدز يعني لما نضافوا ده كمان، يعني في رمضان، في رمضان، في عبد الله، دي اضافات موجوده كمان، يعني ما هو مش موجودين معاك في بطوله كاس العرب، لكن لما يبقوا موجودين معاك يا بلال هم اكيد لعيبه كويسه واضافه وعندهم خبره كبيره جدا، يعني هتضطر تمشي ناس كتير او من انت في ناس كده. بس اللي انا المعلومه اللي عندي ان هو بيدور على مدافع في الدوري المصري، او هل ممكن يبقى احمد ياسين يستقر على احمد ياسين، ولا محتاج ان هو يجيب حد تاني؟ هو يعني انا ما اعرفش اتفقوا معايا ولا، بس احمد ياسين انا شايف ان هو لعيب كويس. أوكي. يعني مشروع لعيب كويس مع الوقت هيبقى في المكان ده ما فيش مشكله فيه، لكن يعني مش شايف حد تاني. لو في حد تاني عندك حد تاني؟ يعني بص انا بشوف في سنتر باك كويس. مين؟ فتح الله بتاع المحل كويس. انا بشوف امكانياته جيده بس جدا. بس هي المشكله كان ممكن السن يا كابتن، مش حكايه سن، هو اداؤه كويس على فكره. هو اداؤه كويس، بس عايز اقول لك كابتن حاجه، لعيب كويس على فكره، لعيب كوره، لعيب كوره، لعيب كوره كويس، بيلعب رجل اثنين شمال ويمين، في ميزه حلوه قوي روحه ما شاء الله، بيلعب بطريقه مش طبيعيه، بس حته اللعب في النادي بقى، النقله بتاعه المنتخب، فاهم؟ يعني هو لو كان مع احمد ياسين، بس احمد لعب، ما انا لسه بقى انا حقتكم ليه؟ لو كان بيفكر في الراجل ده كان جابه، كان جابه، كان كانت فرصه البطوله دي. يعني هو دلوقتي طالما لو هيختار بقى هيختار من المجموعه دي، مش هيختار من الماتشين اللي جايين. يعني سالتني مين فاقول لك كان ممكن ياخد، اصل انت على الاقل هو لعب، ياسين لعب شافه على الاقل يا اسلام، شافه تحت ضغط مباريات وخصوصا مباريات، لكن المشكله ان محمد ما لعبش دولي خالص، فعشان تدي له الفرصه دي لا هو صعب، لان هو في النهايه كاس العرب كانت، لكن هو لعيب كويس طبعا، تعتبر بروفة اعداد للقادم، لما هو قادم، لانه القادم اللي هتحتاجه يا اسلام، يعني او اللي هتحتاجه بالظبط، البسيط اللي احنا بنتكلم فيه، زي ما بلال اتكلم اللي هو مرموش وتريزيجيه، هتجيب مين معاهم بالظبط؟ هتجيب مين معاه؟ احنا كنا سنين، خد بالك كنا سنين رمضان، وكنا سنين شويه عبد الله السيد، رمضان موجود طبعا، رمضان موجود كمان على على, على, على الناحيتين. لا خلي بالك، طب ما انت لو بتتكلم مثلا في رؤوس حربه، انت عندك مصطفى محمد، عندك احمد ياسر ريان، كويس، عندك انا بتكلم على، عندك احمد حسن، انا بتكلم على الاجانب، على الاجانب، يعني بنتكلم على الاجانب، عشان كده بقول لك لا الاجانب في كتير ومفيش مشكله، يعني حتى لو تريزيجيه ياخد وقت يا بلال مش هيبقى جاهز، عندك احمد رفعت، عندك احمد رفعت، عندك رمضان موجود صحيح رمضان، فمفيش مشكله فيها دي، لكن هي زي ما اعرفش اسلام، هو الا لو الراجل بقى في دماغه يعني مش مقتنع بالناس دي، ممكن هي دي المشكله، احنا مش عارفين احنا مش فاهمينها، يعني مش عارف نوصلها، احنا بنتكلم امين كلام كوره كويس قوي، بس الدماغ بقى فيها، الدماغ بقى ممكن تلاقي في حته ثانيه، هي دي المشكله، لا ممكن يكون، لكن هو فعلا يمكن اسلام انت قلت معلومه حلوه، فعلا ممكن يكون بيدور على مدافع فعلا، لا هو انا عارف المعلومه، بيدور على مدافع، بيدور على، لكن انا شايف طبيعي، لكن هل يكون ياسين ولا غيره؟ اصل هيستنى يتفرج على الماتشين اللي جايين، يعني لسه واضح مش هيتفرج، لكن هو طبيعي ياسين شافه، اصل حتى مباريات الدوري يا اسلام مهما كانت اسمها دوري، لكن انا بشوف لعيب في احتكاكات دوليه اعتقد انا مطمن، اصل هو خلي بالك حجازي ومحمود ومين تاني؟ مفيش حد، مفيش، وياسين
واحمد ياسين خلاص. يعني انت لما تيجي تبص على القايمه هل في حد تاني هو واخده؟ هو مش واخد حد. مفيش مستكين تاني؟ لا مفيش مستكين تاني. يعني الاهلي هو بيلعب بدر مانون، بيلعب مغرب. مين اللي يعني بدر بانون؟ ايمن اشرف. ايمن اشرف بس مصاب، خد بالك. ايمن اشرف مصاب، دي المشكله. وما تعرفش ربنا يشفيه طبعا، يعني تبقى مده قصيره. فبرضه ما تعرفش ايمن اشرف هل هيجيب حد دلوقتي تاني. هو خد بالك محلوله، ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مشكله. لا عندك في الاستوبر ده مش لا في مشكله. لا لانه لو لا قدر الله حجازي والونش يبقى عندك مين مثلا ممكن. طب انت الرايت باك يعني اكرم توفيق. الرايت باك عندك كتير، ممكن تاخد محمد هاني على فكره. اكرم هو بياخد احمد فتحي، بياخد احمد فتحي. اكرم فتحي خد بالك كمان موجود معاه، بس احمد فتحي عشان في بيراميدز. خد بالك احنا لعيبه بيراميدز وقع مننا شويه، يعني في ثلاثه اربعه بيراميدز موجودين، يعني ممكن هتلاقي كمان عمر. الراجل زي ما احنا اتفقنا، لا عمر كمان هتلاقي الراجل زي ما احنا اتفقنا افكاره مختلفه شويه. في وقت من الاوقات قعد شريف وقفشه قال لك انا مش قعدهم وما خدهمش. طارق حامد هل سيكون له دور مع الفريق؟ ما اعرفش، ما خدوش المنتخب عموما. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفتح عقولنا مع بعض كلنا على اساس نعم نحاول نوره طريقه. والله هو من الواضح يا كابتن ان هو بيبقى مركز في، وخلي بالك ده طبيعي جدا في اي مدير فني. جوزيه كان كده والله، لما تعمل ايه انت عارف، وانت عارف صحيح. يعني بس كان بينشف دماغه في ايه. مره جه قال لك ايه، قال لي ها هم عشان انا طلعتك بيقولوا عليك ان انت ما تطلعش. طيب قعدت اربع ماتشات بره الفرقه، فيعني طب ليه يا عم. انا عايز اقول لك حاجه، هي مش مقارنه بس الاداء مع جوزيه لا لا طبعا طبعا موضوع مختلف خالص يا اسلام طبعا. يعني حتى ما بينشف دماغه مع حد بس الدنيا كلها. لا ده هو نشف كتير، بس انا هتكلم عن نفسي يعني. ما انا على فكره ما كان انا كنت على يدك. انا على يدي صحيح، يعني بسرعه كده الناس كانت بتلومه في لافيو، بس هو كان منشف دماغه في لافيو. هيلعب في لافيو بس الدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه. انت معاك ما شاء الله فريق، الدنيا كلها ماشيه. يعني الاجابات كتير قوي يا اسلام، فالسلبيات تقبل. العكس هنا، السلبيات كتير قوي. فانت احنا بص احنا الثلاثه بندور على ايجابيات في الدوره دي بس، وايجابيات كلها يعني مش حاجه مش قويه، يعني ايجابيات بسيطه قوي لكن تحسب له. ايجابياتنا مش في الاداء، ايجابياتنا في الافراد. في الافراد يعني المكسب. ودي حاجه خد بالك برضو مش حلوه، لانه لازم يبقى شكل ليك شكل اداء. بالظبط بالظبط. يعني انا لما اكون ايجابياتي في الافراد مش في الشكل العام بتاع المنتخب ولا اداؤه الجماعي ولا التكتيك اللي بيلعب بيه ولا طريقه اللعب ولا الستايل ولا الاسلوب، بتبقى حاجه برضو مش جيده، مش يعني مش حلو قوي. لا طبعا خد بالك، يعني انت المفترض ان احنا كنا نتفرج على منتخب مصر له شكل وله ستايل وطريقه لعب وواضح هو بيدافع ازاي وبيهاجم ازاي. الجماعيه بتاعتك طبعاً. يعني النهارده معلش بيني وبينك احنا عايزين نعمل حلقه على ايه؟ على ايه؟ على خطوره الكرات العرضيه على منتخب مصر او على كل الفرق اللي بصراحه تمركز دايما في مشاكل يا اسلام. وعندك الكرات احنا ما بنتغلبش بقالنا 100 سنه من منتخب تونس او منتخب جزائر او منتخب مغرب الا كرات عرضيه. صح افتكر كده كرات ثابته. كرات ثابته صح صح دي حقيقه. امبارح كان معايا احمد ثابت وكريم قال لك احنا الفريق ده مش هيكسب غير بالكره العرضيه، وهي كل الكرات الخطر اللي جت علينا جت من كرات ثابته عرضيه. معناها مش يعني النهارده مرات النهارده يا اسلام لما زي بقول لك انا دورت على فرص من الجانبين قليله جدا جدا. اخيرا يا كابتن علاء، ايه اللي مطلوب كابتن بلال وكابتن علاء؟ ايه اللي مطلوب من جو من جوز من ما اعرفش بيفكر كروش. في ايه كروش رحت جوزيه انت خالص ما طبعا يعني اتمنى ان هو بعد البطوله دي او يعني ان شاء الله يفوز المركز الثالث يرجع يقعد مع الجهاز المعاون، وده حاجه مهمه جدا جدا جدا. ما اعرفش هتيجي ازاي صمم عليها انت. ما اعرفش لازم اصلا ما ينفعش اسلام ما هو جهاز المعاون ده ليه؟ خصوصا لما يكون من مصري اكيد اكيد هم شايفين اكتر. يعني احنا لسه بنتكلم على جوزيه، ما هو جوزيه اسلام على كل ده وكل اللعيبه اللي عنده وبلال كان بيجي بيتكلم وبيسال، يعني ما كانش كان بياخد ارائنا، ممكن يكون مقتنع بحاجه ومصمم عليها لكن بياخد بيسمع. مش عيب انك مدير فني تسمع، لازم تقيم نفسك انت الاول في البطوله وبعدين تقيم الناس اللي اخذتها الجديده وتاخد بسرعه بقى تبدا حته اللي جاي اللي جاي، لان اللي جاي زي ما كان بلال بيتكلم اللي جاي اصعب بكتير. الكاس العرب ده كانت بروفا قويه لكن اللي جاي مختلف تماما. بلال لا انا بقى اتمنى مش يقعد مع المساعدين، اتمنى بقى المسؤولين يقعدوا معاه عشان يحددوا شكل. مفيش مسؤولين خلاص خلاص بعد ما فيش مسؤولين لغايه 5 يناير خلاص. بعد 5 يناير بقى بعد 5 يناير بعد 5 يناير لا حتى بعد 5 يناير هتقعد مع الناس تقعد وهيكون شغال بقى في كاس الامم طيب اما يرجع من كاس الامم ان شاء الله باذن الله وعليك خير ان شاء الله باذن الله. لا وبعد كده كاس عالم عارف انا نفسي يحصل ايه؟ نفسي يقعد مع نفسه
في المرايه يقعد المرايه ولا تقييم ما عارف يتكلم مع نفسه. عارف يا اسلام احلى حاجه في الدنيا. طب انا ما نزلتش احمد رفعت ليه في الماتش ده؟ طب ما والله يا اسلام راس حربه ليه؟ طب والله انا بتكلم معاك انت بتكلم كنت بتكلم صح على فكره. ايوه والله والله احسن حاجه تقيم نفسك انت الاول وتخص على نفسك جدا خصوصا انت لما تكون مع منتخب مطلوب منك بطوله. لما يحصل كده كابتن مش عيب. مش مطلوب يا كابتن خلاص. لا لما يكون بقول منتخب مطلوب مش هيقعد مع نفسه ليش الوقت. لا اما تقع مع نفسك لما كنت مع منتخب كان مطلوب منك بطوله الناس كلها طالبه منك بطوله. لما يحصل كده تقعد مع نفسك انت الاول شوف انت غلطان ازاي على فكره وتعاقب نفسك وتلوم نفسك بجد والله يا اسلام. دي احسن دي احسن حاجه في الدنيا لانك انت لو ما عاقبتش نفسك وعرفت ان انت غلطان في حاجات ما فيش حد بيغلط. ما فيش حد ما بيغلطش يا جماعه. لكن اما بتغلط في حاجات كبيره قوي كده لازم تقعد تشوف غلطاتك ايه وتحاول تصلحها. بالظبط طبعا ده اكيد يعني. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكرك جدا يا كابتن علاء استمتعت بوجودك. الحمد لله على السلامه يا اسلام والله ونورت البيت الكبير ودايما موجود كده حبيبي يا كابتن مصر واستمتعت بوجودك يا ابننا. انا كتير برده ما طلعناش الحمد لله بالسلامه يعني مبسوط ان حضراتكم معايا النهارده. الحمد لله بالسلامه. شكرا جزيلا للنجوم الكبار الكابتن علاء ميهوب والكابتن احمد بلال. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يوم السبت القادم في مباراته على ضد المنتخب القطري في المركز الثالث والرابع لكأس العرب واصلاح كل السلبيات اللي احنا اتكلمنا عليها خلال الحلقه في النهارده. ايضا ان شاء الله يوم الجمعه القادم بعد بكره النادي الاهلي سيسافر الى قطر ايضا لبدء المعسكر لمباراة السوبر الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا. بداية بقى من الاسبوع اللي جاي هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة دائما لنقل كل ما يحدث في بعثة النادي الاهلي. وزي ما دايما بنتكلم مع حضراتكم اللي هيتنقل كل ما يمكن ان ينقل، لكن اللي لا يمكن ان ينقل مش هنقدر ننقله لحضراتكم. ولكن ابتداء من يوم الجمعة ان شاء الله بعثة النادي الاهلي تكون على الهواء مباشرة مع حضراتكم على شاشة قناتكم قناة النادي الاهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.